الخفيه. قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الفل على حضراتكم جميعا. في الحقيقة السكك الحديدية في العالم كله دايما بيبقى فيها حاجة سنترال ستيشن أو المحطة المركزية، ولكن امبارح يمكن كان في تطور نوعي كبير جدا في مجال السكك الحديدية في مصر. بقى عندنا محطة تانية بتخدم على المحطة الأولانية، تقدر تحتوي كل القطارات اللي بتأتي من صعيد مصر، تقدر أيضا تستوعب حركة النقل الجديدة وحركة القطارات الجديدة اللي دخلت الخدمة في مصر. امبارح شفنا حاجة عظيمة جدا، افتتاح ضخم لمحطة قطارات بشتيل الجديدة. المحطة دي يا جماعة بتعتبر صرح معماري كبير بتصميم فرعوني مهيب، بيحسسك بمجرد ما تخش المحطة دي وكأنك داخل متحف مفتوح. عشان كده المحطة دي بتعتبر نقلة مهمة في تطوير السكك الحديدية المصرية، وده اللي بيأكله كل مسؤولي وخبراء النقل في مصر، وخصوصا أن هذه المحطة مش بس هتستوعب أعداد كبيرة من الركاب، ولكن أيضا هتستوعب كل القطارات الجديدة اللي الدولة اشترتها مؤخرا. تفتكر ايه اللي هيميزها عن باقي المحطات اللي عندنا؟ بصراحة المحطة دي فيها حاجات كتيرة جدا مميزة، يعني من بينها التطور التكنولوجي الكبير اللي موجود فيها، غير الطراز اللي اتبنت عليه وهو تصميم فرعوني. كمان اللي بيخليني أقول إنها محطة بالفعل استثنائية هي إنها شريان جديد للتنمية، لأنها بتربط ما بين الصعيد الجديد أو الجمهورية الجديدة بشكل مباشر بكل بقى المحافظات. الفكرة إن المحطة دي جزء من رؤية أكبر للدولة، هي بتحقق التنمية شاملة في كل حتة في مصر مش بس في العاصمة. فعلا الدولة زي ما قلت يا باسنت مهتمة جدا انها تطور يعني حركة وسائل النقل بشكل عام، وده مش بس بيخدم الناس في صعيد مصر، ولكن ايضا بيدعم حركة التجارة، بيسهل التنقل ما بين المحافظات. يعني احنا كنا بنشوف دايما التكدس على الطرق ما بين العربيات النقل الكبيرة، وهي اللي كانت يمكن سبب رئيسي من أسباب الحوادث، ولكن النهاردة عندنا أيضا وسائل نقل مختلفة تقدر تخش في هذا المجال. المحطة أيضا بتأكد أن الدولة المصرية بتسعى للتوازن التنموي، بتربط كل أقاليم مصر ببعض. كمان الشكل اللي اتبنت عليه أعتقد أنه هو حاجة عظيمة جدا يا جماعة، فعلا زي ما قلنا متحف مفتوح، شكل بيأكد أن العمق التاريخي للدولة المصرية مستمر. وزي ما قلت يا باسنت، تصميم المحطة شبه المعابد المصرية القديمة. يمكن أنت جاي من صعيد مصر وأول حاجة هتشوفها بشتيل هتفضل في نفس المناخ الفرعوني اللي موجود، يعني مش بس بقت مجرد محطة للقطارات، ولكن أيضا أصبحت مزار سياحي في وسط المحطة، زي ما شفنا في الافتتاح هرم زجاجي ضخم جدا بارتفاع 42 متر ومعاه 4 مسلات مصرية بيأكد عظمة الحضارة المصرية. طبعا ده غير الأعمدة المنقوشة اللي بتديك إحساس أنك مش بس في محطة قطر، ولكن زي ما قلنا أنت داخل متحف مفتوح. يعني إحنا بالفعل بنشوف حاجة مميزة جدا، المحطة مبنية لخدمة مصر لمدة 100 سنة قدام على مساحة ضخمة وفي موقع استراتيجي بيربط ما بين 3 خطوط سكك حديد رئيسية، خط الصعيد وخط المناشي وخط اسكندرية للبضائع. يعني بصراحة مش بس هتحسن النقل ما بين المحافظات، لكن كمان هتفتح فرص تجارية وسياحية كبيرة في المستقبل، كمان هتساهم في توفير
فرص عمل جديدة لأهالي الصعيد. كل اللي بيحصل ده مش بس مجرد تطوير لحركة النقل، ده كمان مشروع خليني أقول شامل هيغير مستوى المعيشة في المنطقة بشكل عام. مع مرور الوقت هنشوف تأثيره الاقتصادي بشكل واضح، سواء في تحسين الخدمات أو في تحفيز السياحة والنقل. احنا بنشوف تطور كبير في السكك الحديد بشكل عام. يمكن صحيح. من كام يوم يا مصطفى كنت أنا وإنت مع بعض كمان في الحلقة، وكنا بننقل يمكن موضوع مهم جدا، وهو عودة حركة النقل والقطارات مرة أخرى لسيناء بعد توقف 50 عام. صحيح. والنهاردة بنشوف أنه في يعني خط وصل ما بين 3 سكك حديد رئيسية، ففي تطور كبير قوي في هذا الشأن بالتحديد. يمكن ده من الأخبار اللطيفة اللي احنا حبينا نبتدي محضراتكم بيومنا، وهنتكلم عنه بالتفصيل في خلال الحلقة، فتابعونا. بنصبح عليكم مرة تانية، وصباح الخير يا مصر. نصبح عليكم، خلينا نصبح برضو على زميلتنا جمانة ماهر ونتعرف منها على أخبار المرور وأخبار الطقس في العاصمة القاهرة وباقي المحافظات. صباح الخير جمانة. صباح الخير يا جمانة. صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. طمنينا. على ايه؟ عليكي. والله انا بخير الحمد لله. طمنينا عليكي كده، والجو عامل ايه النهارده؟ يعني الحمد لله الجو يعني كان فيه طبعا ارتفاع في درجات الحراره، ولكن ان شاء الله هطمنكم ان الايام القليله القادمه هتحمل انخفاض لدرجات الحراره. بالنسبه للمرور هنعرف مع بعض اول اسبوع والمدارس والشغل، فالحمد لله ان احنا هنا مع بعض دلوقتي. خلينا نتابع اخبار المرور بالتفاصيل. صباح الخير على حضراتكم مره تانية. خلينا دلوقتي نستعرض معاكم بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدا جولتنا معاكم في بدايه الاسبوع الجديد، ونزول الطلاب للمدارس والجامعات بتكون في كثافات مروريه فوق المعتاد. على سبيل المثال لو رحنا شارع رمسيس في بيشهد كثافات مروريه هتبدا تقل تدريجيا لحد ما نوصل لنص كوبري غمره. كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليك مروريه، وشارع بورسعيد من نزله كوبري اكتوبر كمان بيشهد سيوله مروريه لحد منطقه الزاويه الحمراء، وفي كثافات نسبيه عند الويلي لحد كوبري الساحل والاميريه والكورنيش من المظلات لوسط البلد، في كمان كثافات مروريه بسيطه ومتقطعه. اما المتجه الى المؤسسه في سيوله مروريه ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. بالنسبة للجيزة، محور 26 يوليو الجديد واللي افتتحه سيادة الرئيس أمس سبب سيولة مرورية كبيرة للقادم من أكتوبر ومتجه لجامعة الدول العربية وميدان سفنكس وعرابي، وسبب الحقيقة كان سبب فيه تقليل الكثافات بشكل كبير جدا. أما شارع الهرم فبيشهد كثافات مرورية، والكثافات بتزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، وفي كمان كثافات للمتجه الى كوبري الجيزه المعدني. في شارع فيصل في كثافات مروريه بتبدا من محطه المريوطيه ومكمله لحد كوبري فيصل. اما في اكتوبر فشهد طريق الواحات بعض الكثافات المروريه المتقطعه، وانتظمت حركه السيارات امام القادم من الطريق الدائري وصولا لمناطق دريم. وظهرت بعض الكثافات المتحركه للقادم من امام مناطق الفردوس وصولا الى مول مصر ومدينه الانتاج الاعلامي. كمان ظهرت تباطؤ في حركه السيارات امام القادم من مناطق الجيزه وشارع الهرم وصولا الى حدائق الاهرام ووصل دريم حتى منطقه الاعمال. بنفكركم كمان ان المرحله الثانيه لغلق الدائري القادم من المنيب الى الطريق السياحي بدات، فياريت ندخل الطرق البديله او التحويلات المروريه اللي تم عملها. خلينا نروح معاكم لمحافظه الاسكندريه ونشوف اخبار المرور هناك. في كثافات مروريه عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، وكثافات متفاوته عند الاشارات بطول الكورنيش. اما بقى الشوارع الجانبيه ففيها سيوله مروريه نسبيه، وشارع جمال عبد الناصر فيه كمان كثافات مروريه عند تقاطع مع محور محمد نجيب. نفس كمان الموضوع في شارع عبد السلام عارف بيشهد بعض الكثافات المروريه لكنها متحركه. خلينا نكمل جولتنا المرورية مع حضراتكم ونروح لأسوان، وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بتشهد سيولة مرورية على طول الشارع. هنلاحظ ان في كثافة مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي، في كمان بعض الكثافات المرورية.
خلينا كمان نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس معتدل الحرارة رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء مع وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية. درجة الحرارة النهاردة درجة الحرارة العظمى في القاهرة 34 درجة، وأقل درجة حرارة في مطروح 29 درجة، وأعلى درجة حرارة هتسجلها محافظة أسوان العظمى فيها هتوصل ل 39 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. خلونا نبتدي مع حضراتكم بأهم الأخبار اللي حصلت امبارح. وامبارح تم افتتاح أو رئيس عبد الفتاح السيسي افتتح محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة وعدد من مشروعات النقل الأخرى في مجالات السكك الحديدية. امبارح أيضا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى ما تم تداوله بخصوص مزاعم إقرار هيئة التأمينات خصم بنسبة 2% من قيمة المعاشات. تعالوا نشوف مزيد في سياق هذا التقرير. أخبار كتير حصلت امبارح. امبارح افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة وعدد من مشروعات النقل الأخرى في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والطرق ومحاور النيل الكباري أعلى المزلقانات والكباري العلوية. وبلغ عدد المشروعات اللي تم افتتاحها أمس 20 مشروع، منها 8 مشروعات تم افتتاحها بالفيديو كونفرنس. امبارح كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تم تداوله من منشورات تزعم إقرار هيئة التأمينات خصم بنسبة 2% من قيمة المعاشات بدءاً من شهر نوفمبر 2024، فقد تواصل المركز مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللي نفت تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لإقرار الهيئة خصم بنسبة 2% من قيمة المعاشات بدءاً من شهر نوفمبر، وإن الأخبار والمنشورات المتداولة بهذا الشأن غير صحيحة ولا تمت للواقع بأي صلة. وشددت الهيئة على أن المعاشات هيتم صرفها لمستحقيها في موعدها المقررة دون أي خصومات، مشيرة إلى أنه لا يجوز الخصم من المعاشات إلا بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الذي لم يتضمن أي خصومات بنسبة 2% في أحكامه، وناشدت أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مهرجان رياضي على ملاعب جهاز الرياضة للقوات المسلحة بحضور عدد من قادة القوات المسلحة. تضمنت فعاليات المهرجان إقامة العديد من المسابقات بين الفرق الرياضية من أعضاء الجمعية، شملت منافسات ألعاب القوى وكرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة وكرة الريشة الطائرة واجتياز الموانع بالكراسي المتحركة، واتسمت المسابقات بالروح الرياضية العالية، كما قدمت الموسيقات العسكرية عدد من العروض الموسيقية والمعزوفة الوطنية. أيضا امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعظيم أوجه الاستفادة من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات لدعم رؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها في التحول الرقمي في كافة المجالات، وقع اللواء أركان حرب هاني محمود منصور مدير الإشارة للقوات المسلحة واللواء محمد عبد العزيز براية رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير لتداول الحاويات عقد اتفاق لتقديم خدمات الشبكة الوطنية داخل ميناء أبو قير البحري. يهدف الاتفاق لتوفير جميع الاتصالات الحديثة والمؤمنة للميناء لتسهيل تداول البيانات بسرعات فائقة، مما يدعم تطوير الأداء للعاملين ويسهم في تقديم كافة الخدمات بالكفاءة والقدرة المطلوبة، وبذلك يصبح ميناء أبو قير البحري أول ميناء ذكي في مصر تدار جميع عملياته بشكل ذاتي من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. أيضاً امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدني والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء
مشروع للتدريب العملي المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وده للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة والمحتمل حدوثها، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء بالمحافظة. وفي إطار جهود القوات المسلحة بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة في المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري حفل تكريم لأوائل الجامعات المصرية خلال العام الدراسي 2023-2024 بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. في الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه يوم أمس لمحطة بشتيل الجديدة اتكلم عن الجهود اللي بذلتها الدولة المصرية على مدار سنوات طويلة جدا، ممثلة طبعا في وزارة النقل، في تحسين مستوى الخدمة بهذا القطاع. القطاع ده شهد زي ما كلنا عارفين إهمال على مدار عشرات السنوات الماضية، وأن إنفاق الدولة على قطاع النقل كان ضروري، مش بس لأنه يعني مجرد نقل للركاب أو نقل البضائع، لا ده نقل لعملية تنمية كاملة هتكون في الدولة المصرية، غير الأساسيات اللي هتكون متاحة لنا لمدة عقود طويلة. خلينا نشوف اللي احنا شفناه النهاردة واللي اتعمل ده هو جهد الدولة المصرية وجهد وزارة النقل في ان هي مش تحسن مستوى الخدمة، لا ده هي قطاع كان مهمل على مدى عشرات السنين اللي فاتت وما كانش طرف ابدا مننا ان احنا يعني نقول ايه ان ده ما كانش ممكن يتعمل. يعني ممكن حد يناقش يقول الاتنين تريليون اللي الفريق كامل بيتكلم عليهم كان ممكن يتحطوا في حاجة تانية. كلام مهم نسمعه ونتناقش عليه، لا ما كنتش أقدر لو كنا احنا بنتكلم على ان احنا نجهز بلدنا اولا لخدمة مواطنيها ثم لخدمة الحركة بتاعت دولة عايزة تنمو لمية 106 مليون دلوقتي ويمكن أكتر. إزاي هنقدر نعمل ده وإحنا الضروريات والأساسيات القديم كان يعني خرج من الخدمة مش كده يا كامل؟ طبعا. والجديد مش موجود خالص، فكان لابد إن إحنا ننفق الإنفاق الكبير قوي ده اللي ممكن يبقى فيه نقاش كبير قوي على إن يعني هل الوقت كان ممكن يبقى أطول من كده؟ رئيس كمان هنأ الدولة بالافتتاحات ووجه الشكر للفريق كامل الوزير وكل فريق العمل اللي اشتغل على المشروعات. كمان شدد رئيس على أننا لم نتوقف عن العمل أبدا وأننا مستمرون في المشروعات والمبادرات الاجتماعية زي حياة كريمة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. وأنا يمكن عايز أقول في الظروف اللي احنا موجودين فيها ديت أن احنا لم نتوقف أبدا على العمل، ويمكن كامل قال أن احنا في 41 ألف كيلومتر طرق داخلية بتاعت حياة كريمة. كنت أتمنى أن احنا يعني نبقى نشاور عليها كامل، لأن ده موضوع احنا بنتكلم على 1500 قرية. أنا عارف قالوا 20 دقيقة ومش بزيك عشان كده، واحنا لما بديك الوقت ما بيكفيش يعني. فالمهم على كل حال أقصد أقول أن 41 ألف كيلو دول احنا بنتكلم على طرق داخلية داخل القرى كانت حالتها بتبقى صعبة جدا جدا والحركة عليها صعبة جدا جدا، ولكن دي كمان من ضمن الحاجات اللي تم تنفيذها. وإن شاء الله برضو بأكد تاني مع نفسي ومع الحكومة وللمواطنين إن احنا بنتكلم إن برنامج أو مبادرة تحيا مصر لبقية القرى سواء المرحلة التانية أو التالتة، احنا مصرين رغم الظروف الصعبة جدا اللي بتمر بالمنطقة إن احنا نكمل البرنامج ده إن شاء الله. ودي كلمتنا كدولة لأهلنا في الريف المصري اللي هم 3000 قرية وتوابعهم إن احنا إن شاء الله مستمرين في هذا العمل، لكن يمكن الأمور ما تبقاش بنفس المعدلات اللي احنا كنا شغالين بيها، لكن احنا مستمرين في هذا العمل يعني. كمان كان في رسالة مهمة جدا وجهها السيد الرئيس لرجال الصناعة وللمستثمرين، وهي البدء في إنتاج المنتجات اللي بيتم استيرادها من الخارج والعمل على توطينها في الداخل. أنا يعني قصدت إن أنا أجيب الجدول دوت عشان الناس تنتبه معانا بدل ما إحنا بنتكلم في يا ترى الإنفاق اللي إحنا بنعمله في منتجات قال لك إن ده
التكلفة بالدولار، وكانت من ضمن أسباب ما نحن فيه، مش كده يا دكتور مصطفى؟ طيب أنا بس عايز أقول لكم بالراحة خالص، بصوا على كل حاجة اتقالت هنا، وبصوا على الرقم، أكبر رقم اللي هو الـ 45 مليار، وبرضو شوفوا الرقم، الرقم بتاع التليفون المحمول والكلام ده، ده سنوي يا كامل، ده سنوي مش 10 سنين، 10 سنين اللي هم 14-24 اللي هو 8.7 من 10 مليار جنيه، مش كده يا كامل؟ دولار يا فندم، دولار. واللي بعد منه الأدوية بتاعت الطب البشري 23 مليار، والمواد الدوائية 4 مليار دولار، ولوحات التوزيع بتاع التحكم الكهربائي 2 مليار دولار. يا جماعة، يا أهل الصناعة، يا مستثمرين، يا رجال الأعمال، يا اللي شغالين في البنوك، يا اللي شغالين في التجارة والصناعة، يا اللي شغالين في الاستثمار، اللي انتوا قدام منكم ده هي عبارة عن فرص عمل ليكم، لأن كل منتج من ده احنا دفعناه بالدولار عشان نجيب المواد ديت أو المنتجات ديت تتباع في مصر. كل الأرقام ديت لما بتتكلم على انك بتجيب بتسعة مليار دولار تليفون محمول، بتجيب منتجات أدوية في بعضها يمكن ما تقدرش تعمله، لكن يا ترى كل الأدوية اللي بتجيبها ما تقدرش تعملها؟ احنا عندنا يعني دي أهم حاجة عندنا، أهم حاجة مش في اللي انت قلته النهاردة كله يا كامل، وانا ما قلت لك لو سمحت هات لي الحاجات اللي احنا اشتريناها كتجارة وصناعة في 10 سنين عشان اوريكم الرقم ده. الناس النهاردة بتستسهل، اللي بتشتغل في التجارة يعني او في المجال يعني، بدل ما يجيب الكلام دوت ويعمله في مصر ويخش في متاهات مع ارض وتمويل ثم نقل تكنولوجيا من بره في الاخر عشان يطلع المنتج اللي احنا بنتكلم عليه ده، يقول لك يعني اشتريها احسن اسهل. والدوله، وانا بتكلم وانا مسؤول، والدوله ما حاولتش تشتغل بجديه وصلابه وصرامه، ويا كامل صرامه لما تيجي على بند 16 في الجدول الاخير ده، عطور ومزيلات عرق وماء تواليت ب 440 مليون دولار، يعني حاجة كلام مستحرات تجميل تقريبا ب 500 مليون، حقائب يد ب 200 مليون، شوكولاتة تقريبا ب 400 مليون، حتى السيراميك ب 235 مليون، وبتلوموني تقولي لي الدولار غيري ليه؟ دولار غيري ليه؟ حد يبعت؟ ما بقولش ان احنا طبعا نقفل البلد يعني عشان الناس ما تفهمش غلط يا كامل يعني، لكن انا بقول دي انا في تقديري. طيب ورق الفويل ب 500 مليون؟ ايوه. ها؟ ب 500 مليون؟ الورق الفويل ما بنعملوش؟ طيب الجبنه بمليار و100 بمليار و200؟ ايوه يا فندم. الجبن بمليار و200، ونقول للناس فين مش عارفين نعمل مصانع ننتج الحاجات اللي الناس عايزاها. ده كلام كده يعني بقوله لكم عشان تعرفوا ان الحلول معانا مش معانا ولا حتى مع الفريق كامل. احنا كمصريين كرجال أعمال، اللي مكتوب ده كله هو عبارة عن فرصة عمل لحضرتك إنك تنتج الكلام ده لمصر، تبيعه ويبقى ناس بتشتغل ويبقى فيه ناتج محلي، ويمكن يبقى فيها شوية ضرائب للدولة. يا ترى ده أسلم ولا جيبها من بره؟ إحنا هنا ما جبناش العربيات ولا جبناها؟ ده رقم كام؟ هنا في بند 25 مليار دولار، مش كده يا كامل؟ ايوه فندم. يعني
معقول مش قادرين نجيب نخلي شركات السيارات تنتج سيارات عندنا تكفي طلبنا في مصر ونروح نستورد سيارات؟ طب نستورد برضو بس نسبة مش كله. أنا حبيت بس أقول النقطة ديت، إذا كنتوا عايزين تتجاوزوا التحدي بتاع الدولار لازم هذه المنتجات أو نسبة كبيرة جدا منها يتم إيه؟ تصنيعها في مصر إن شاء الله. وده أمر مش سهل إن شاء الله، وده أمر مش سهل، وإحنا مدعمين الحكومة بكل الدعم حتى تخرج هذه المنتجات أو جزء منها في أقرب فرصة. ليه؟ في حاجات كتير غير كده كمان، لكن أنا بس حبيت أشاور لكم على حاجات أنتوا لما تسمعوها تقولوا يا ما إحنا بنجيب عطور وحاجات من هذا القبيل ومش قادرين نعمل في مصر حاجة زي كده ب 450 مليون، مش عارفين نعمل نجيب ب 400 مليون جنيه مصانع تعمل شوكولاتة للناس ومال، أي حاجة موجودة للناس ومال بس نعملها. مرة ثانية بشكرك كامل، شكرا يا فندم، وكل سنة وانتم طيبين، وعايزين بقى خلال المرحلة اللي احنا موجودين فيها دي نستمر دكتور مصطفى في الشغل اللي احنا عملناه، وكنا يعني عجلناه شوية افتتاحه، لا نفتتح بقى الكلام اللي احنا بنعمله. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال أيضا سعينا من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتوفير الأساسيات التي لا يمكن الاستغناء عنها، وأن تكدس السكان في بقع صغيرة ونقص الخدمات استدعى عملية تطوير وإنفاق كبير في قطاع النقل بعد سنوات من الإهمال. أنت قلت مثالين ثلاثة على التكلفة المالية، أن إحنا كان كل وقت بنقعده التكلفة المالية ممكن بتزيد، مش على قد التكلفة المالية عشان سعر الدولار اتغير في مصر، لا أنا بنتكلم على أن الأسعار العالمية تقريبا اتضعفت، يعني الحاجة اللي كانت بتيجي ب 2 مليون دولار زي الجرارات اللي اتكلمت عليها بقت ب 4 وشوية. طب أنا النهاردة لو بجيب 100 جرار في 2 مليون يعني 200 مليون في 4 يعني 450 ولا بتاع، مش كده يا كامل؟ أيوة فندم. أنا بس بقول الكلام ده لينا، أن إحنا ممكن أكون قلت الكلام ده قبل كده واتكلمنا فيه قبل كده كتير، لكن أنا بأكده أن هي ثوابت في إدارتنا للعمل، ثوابت في إدارتنا لعملنا، أنك أنت تعمل دولة، هذه الدولة قادرة على النمو لتجابه حياة الناس في مصر، حياة الناس في مصر. أنت بتتكلم في 106 مليون عايشين على شريحة صغيرة كانت وبخدماتها، الشريحة صغيرة وخدماتها صعبة، وده تعبير مهذب جدا. ولو النهاردة نتكلم على مش عارف كان ده ممكن يبقى نحطه ولا لا، ان احنا نجيب حال السكة الحديد في مصر سواء كان محطات او خطوط او وحدات، احنا بنتكلم على ان القطاع كله اهمل، واهمل ده مش عيب في اللي قبل مننا، لكن دي كانت ظروف كانت بتمر بالبلد عندنا، وكان الخيار بالنسبة لنا نعملها وتبقى ظروفنا الاقتصادية صعبة ولا ما نعملهاش. ودي تالت مرة بقولها، اوعى تفتكروا احنا بنعمل ده ما كناش عارفين ان احنا هنعاني منه، لا كنا عارفين، بس نعاني منه ونغير بلدنا ولا نفضل زي ما احنا والبلد دي ما بقاش ليها مستقبل لينا ومش لينا احنا بقى ولا حتى لابنائنا، يمكن اللي بنتكلم على احفادنا مش هيلاقوا حاجه. اللي احنا بنتكلم فيه ده اساسيات ما كانش يمكن اغفالها ولا تاجيلها ابدا، ده احنا يا دوبك كده بنحط الدوله على الخط مش كده يا دكتور؟ الدكتور مصطفى بيقول لي اول الطريق، طب ما احنا كنا فين يعني اذا كنا اللي احنا بنعمله ده اول الطريق، طب ما احنا كنا فين؟ هي دي القضيه، ان احنا لما تعايشنا مع حالنا اللي قبل كده على مدى السنين اللي فاتت تصورنا ان هو ده الطبيعي، لا اللي انتوا كنتوا عايشين فيه ده مش طبيعي خالص ده اي حاجه، واحنا ما نعرفش كمسؤولين امام الله اللي هيحاسبنا ان احنا نبقى فاهمين حاجه
وما نعملهاش عشان خايفين على يعني الناس تبقى تقول يعني ظلمونا وتعبونا لا احنا نتعب لبكرة. في العافية أخبار خدمية كتير شهدتها محافظتنا المصرية، من بينها شمال سيناء اللي شهدت افتتاح نقطة طبية في حي أبو خويطر لدعم الرعاية الصحية. في الإسماعيلية جامعة قناة السويس أهلت 1052 طالب عبر 25 دورة تدريبية صيفية. أما في بني سويف تم إجراء 20 عملية جراحية للقضاء على قوائم الانتظار، وفي سوهاج تم تركيب 650 وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية بقرى سوهاج. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار. مديرية الصحة بشمال سيناء أعلنت افتتاح نقطة طبية جديدة في حي أبو خويطر بمدينة الشيخ زويد. بيأتي هذا الافتتاح كجزء من خطة الوزارة لدعم المناطق البعيدة والنائية وتلبية احتياجاتها الصحية. هتوفر النقطة الطبية الرعاية الصحية الأساسية والمستلزمات الطبية الضرورية بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة لسكان الحي. أطلقت جامعة قناة السويس خطة التدريب الصيفي عبر المركز الجامعي للتطوير المهني اللي تضمنت 25 دورة تدريبية متنوعة شاركها 1052 طالب بهدف تأهيلهم لسوق العمل، وبتأتي هذه الدورات في إطار استراتيجية الجامعة لتمكين الطلاب من اكتساب المهارات المهنية المطلوبة. محافظة بني سويف شهدت إجراء 20 عملية جراحية ضمن مبادرة الفريق الواحد اللي أطلقتها مديرية الصحة للقضاء على قوائم الانتظار، وده في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. نفذت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي حملة لتركيب 650 وصلة مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بقريتي الكوامل وأولاد عزاز بمركز سوهاج، والجبيرات بمركز طهطة، وبيت داود بمركز جرجة، وسفلاق بمركز سقلتة، وقريتي الحرجة بحري وبرخيل بمركز البلينة في محافظة سوهاج. شاركت مديرية الصحة بمحافظة مطروح في القافلة الخدمية الشاملة بمدينة سيوة في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان. شملت القافلة الخدمية الشاملة بمدينة سيوة 7 سيارات لتوقيع الكشف الطبي في عدد من التخصصات وصرف العلاج بالمجان وتقديم خدمات حملة رئيس الجمهورية 100 يوم صحة ومبادرات الصحة العامة والتثقيف الصحي والأشعة والفحوصات المعملية، وقدمت 740 خدمة طبية مع توقيع الكشف وصرف العلاج ل 409 منتفعين. في الدقهلية أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة أنه هيتم فصل التيار الكهربائي بدءاً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة في أماكن متفرقة وتوقيتات مختلفة، وده الإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقاً لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين. أعلنت مديرية الصحة في الأليوبية نجاح أول جراحة لمناظير العظام بمستشفى شبين القناطر المركزي في إطار السعي المستمر لتقديم كافة التخصصات داخل المستشفى لتحقيق أعلى مستوى من الخدمة الطبية للمواطنين. مشاهدينا الكرام، خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل فقرتنا في صباح الخير. برحب بحضراتكم مرة تانية، وخلينا دلوقتي نروح معاكم لجولة مفصلة عن أخبار الطقس. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم ارتفاع طفيف بالحرارة، يسود طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره، في الصباح الباكر حار نهارا على أغلب الأنحاء. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذة جمانة وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا بيك. خلينا كده في البداية نطمن السادة المشاهدين على أخبار الجو النهاردة. طبعا احنا الفترة دي بنشهد ارتفاع في درجات الحرارة، وإن كان ارتفاع طفيف على كافة مناطق الجمهورية، مستمر معنا اليوم وغدا أيضا هذا الارتفاع في درجات الحرارة. يمكن العظمى اليوم على القاهرة متوقع أنها تصل إلى 34 درجة مئوية، دي هيتم قياسها في الظل خلال فترات الظهيرة، بتوصل ل 38 و39 على محافظات جنوب الصعيد، لكن على كل حال بتظل معها الأجواء خريفية حارة خلال فترات الظهيرة.
لكن بمجرد غياب أشعة الشمس دخولنا في ساعات الليل بتبدأ الأجواء تكون معتدلة في أول الليل، لكن خلال ساعات الليل المتأخر بتميل الأجواء للبرودة بشكل ملحوظ، خاصة على المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي زي محافظات الصعيد والمدن الجديدة الموجودة في نطاق القاهرة الكبرى وكمان مناطق من وسط سيناء. مع الارتفاع ده في درجات الحرارة اللي هو أشرنا ليه ارتفاع طفيف، بيكون معانا الشبورة المائية هي الظاهرة الرئيسية والمؤثرة بشكل كبير على كافة مناطق، على أغلب مناطق الجمهورية تحديدا الجزء الشمالي، واللي في بعض الأحيان بتكون كثيفة على مناطق من سواحلنا الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري وكمان مناطق من وسط سيناء ومدن القناة. اليوم تحديدا في فرص لتساقط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر تحديدا حلايب وشلاتين، كلها أمطار خفيفة اليوم وإن كانت رعدية في بعض الأحيان، لكن في مجملها أمطار خفيفة، دي تعتبر حالة الطقس بوجه عام المتوقع اليوم على أغلب مناطق الجمهورية. بالنسبة للرطوبة يا فندم؟ الرطوبة طبعا بدأنا نلاحظ أنها منخفضة عن اللي كنا بنشهدها في فصل الصيف، وده هتكون الفترة اللي جاية، كل ما تقدمنا أكثر في فصل الخريف بتقل نسب الرطوبة بشكل ملحوظ. يعني برغم ارتفاع درجات الحرارة الطفيف اللي بنشهده حاليا واللي بتسجل معاه العظمى 34 على القاهرة، بتكون المحسوسة مقاربة بشكل كبير لدرجات الحرارة المقاسة، وما فيش فرق ما بين المحسوسة والمقاسة بسبب أن نسب الرطوبة ما بقتش بتأثر بالشكل الكبير. طيب خليني أعرف من حضرتك برضو، الارتفاع في درجات الحرارة أو الموجة الحارة دي المفروض أنها تستمر لكام يوم تقريبا؟ هي مكملة طبعا معانا اليوم وغدا على أغلب مناطق الجمهورية، لكن الخرائط بتشير أنه بداية من يوم الثلاث إن شاء الله متوقع تغير في مصادر الكتل الهوائية، كمان من يوم الثلاث هيكون في امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وبنسميه تبريد في طبقات الجو العليا، ده من يوم الثلاث هيعمل على انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى بمعدل 3 لـ4 درجات علشان تعود لمعدلاتها الطبيعية. فمن يوم الثلاث هتبدأ العظمى على القاهرة تكون في حدود 30 درجة مئوية، توصل ل27 و28 خلال ساعات النهار على السواحل الشمالية. هيقابلها كمان انخفاض طفيف بمعدل 2 أو 3 درجات تقريبا خلال ساعات الليل، وهتكون السغل على القاهرة خلال ساعات الليل 22 درجة، وهتوصل لأقل من 20 درجة على المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي علشان تكون الأجواء مائلة للبرودة بشكل كبير خلال ساعات الليل المتأخر وساعات الصباح الباكر. كمان مع وجود المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا ده هيعمل على تكون بعض السحب الخفيفة خلال فترات الصباح، ودي بالفعل هتحجب جزء من أشعة الشمس وهتكون من ضمن العوامل اللي هتشعرنا أكتر بتحسن الأجواء وانخفاض درجات الحرارة، وبالتالي متوقع من معاها كمان يوم الثلاث فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من سواحلنا الشمالية الغربية زي محافظات مطروح والإسكندرية، قد تمتد في بعض الأحيان لباقي محافظات ومدن الساحل الشمالي. نشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في محافظات مصر. هنبدأ معاكم بالقاهرة ودرجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24. العاصمة الإدارية درجة الحرارة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة. بالنسبة للإسكندرية درجة الحرارة العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة. العالمين الجديدة العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة. درجة الحرارة في مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة. درجة الحرارة في دمياط العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجة. بالنسبة لبورسعيد درجة الحرارة العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجة. أما الإسماعيلية فدرجة الحرارة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة. نروح مع حضراتكم للسويس ودرجة الحرارة العظمى في السويس 34 درجة والصغرى 22 درجة. العريش درجة الحرارة العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة. كاترين العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة. طابة 31
23، حلايب 32 25، درجة الحرارة العظمى في شلاتين 33 درجة والصغرى 26 درجة. بالنسبة لشرم الشيخ درجة الحرارة العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة، والغردقة درجة الحرارة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة. بالنسبة للفيوم درجة الحرارة العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة. بني سويف 36 20، الوادي الجديد 38 21 من أعلى درجات الحرارة، أسيوط 36 درجة والصغرى 21 درجة. سوهاج درجة الحرارة العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة. إنا درجة الحرارة العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة. الأقصر العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة. وأسوان درجة الحرارة العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة. دي كانت جولة مفصلة عن أخبار الطقس. دلوقتي خلينا نرجع مرة تانية لباسانت ومصطفى ونتابع معهم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا لك يا جمال. شكرا جزيلا. لسه مكملين مع حضراتكم الأخبار اللي حصلت امبارح. وامبارح المستشار تركي الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية زار جناح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في منتدى الأفلام السعودي، واللي بيضم شركات ميديا هاب سينرجي والمتحدة للإنتاج السينمائي والفني. المنتدى طبعا زي ما احنا عارفين موجود في العاصمة السعودية الرياض، وبيشارك فيه 120 جهة من 25 دولة حول العالم برعاية وزارة الثقافة وهيئة الأفلام السعودية. هدف المنتدى هو استعراض أحدث الفرص والابتكارات في قطاع الأفلام من خلال مشاركة نخبة من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية لعرض تجاربهم. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع مع بعض أبرز وأهم الأخبار المقرر حدوثها اليوم واللي هنستعرضها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هيعقد مؤتمر صحفي مع الرئيسة التنفيذية للهابيتات للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ12. بيعد المنتدى من أبرز وأهم الفعاليات العالمية ضمن أجندة الأمم المتحدة كأهم حدث في العالم حول التحضر والتنمية العمرانية المستدامة الشاملة للجميع. النهاردة هيشهد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة انطلاق الأسبوع 11 من خطته التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي 2024-2025 بتنفيذ 5 دورات تدريبية، هي دورة الخريطة الاستثمارية لمصر ودورة مدخل إلى البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة والتكيف مع التغيرات المناخية، ودورة الصحة النفسية وأثرها على رفع مستوى الأداء وزيادة الإنتاجية وتحمل ضغوط العمل بطاقة إيجابية والتعامل مع المواطنين، إضافة للأسبوع الثاني والأخير من دورة إعداد قادة المستقبل مستوى متقدم. ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين من هذه الدورات 182 متدرب. النهاردة هيعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان الملتقى 17 لمنظمات المجتمع المدني 2024 تحت عنوان دور المجتمع المدني في إنفاذ حقوق الإنسان، وده بمناسبة مرور 20 سنة على تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وده بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وبيأتي ذلك أيضاً في إطار توحيد جهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية من خلال ملتقى بناء يسهم في إنشاء شراكات طويلة الأمد وتبادل أفضل في مجال حقوق الإنسان. النهاردة هتسافر بعثة منتخب مصر في الرابعة عصراً إلى موريتانيا على متن طائرة خاصة استعداداً لمواجهة المنتخب الموريتاني المقرر ليها الثلاث المقبل بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، وبتستغرق رحلة منتخب مصر لموريتانيا من 7 لـ8 ساعات. في الحقيقة وزارة الزراعة أطلقت حملة توعوية إرشادية تحت شعار معاك في الغيط، واللي بتستهدف التوعية والإرشاد الزراعي وكمان الانتاج الحيواني. لا برضو زي ما قلت يا باسنت، احنا بشكل عام محتاجين يعني مد قصور التواصل ما بين الدولة ممثلة في وزارة الزراعة والفلاح المصري. المبادرة دي يمكن هتساهم بشكل كبير في هذا الأمر، وهي بتستهدف ان هي تساهم في نشر الوعي عند المزارعين المصريين عن طريق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الطرق المتاحة حاليا. للمزيد من التفاصيل حول هذه المبادرة الدكتور محمد القرشي المتحدث باسم وزارة الزراعة معانا على الهاتف. أهلا بحضرتك يا دكتور، وبعد التحية خلينا نتعرف
على تفاصيل الفعاليات اللي بتشملها هذه المبادرة. يعني أول اسمح لي أشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا مصطفى، والحقيقة في اهتمام كبير من مع الوزير بالإرشاد وضرورة زيادة التوعية للفلاح والمزارع المصري بآليات الزراعة الحديثة، وإن يبقى في عملية نقل سريع للمعلومة والوصول إلى إخواتنا المزارعين بأسرع وقت ممكن وبكميات كبيرة من المعلومات اللي تساعدهم على إنجاح التعلم. عشان كده كان في اهتمام باستخدام التكنولوجيا الحديثة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي عشان نقدر نوصل لإخواتنا المزارعين. وطبعا حملة هذه الحملة معاك في الغيط هي مختصة بإن احنا ننقل المعلومات بشكل سريع. طبعا احنا في المعلومات الأكاديمية الحقيقة في المراكز العلمية وفي الجامعات المصرية على أعلى مستوى، عندنا كمان مركز البحوث الزراعية اللي بيقدم عملية تطبيقية للبحوث العلمية والأكاديمية بشكل ميداني على أرض الواقع، عندنا جهات إرشادية تابعة لمركز البحوث. كل ده بنقوم بنقد المعلومة ووضعها في صورة مبسطة لخدمة إخواتنا الفلاحين والمزارعين. وطبعا كان في حملة اللي هي بتاعت إزرع صح كانت مختصة بنقل هذه التقنيات ونقل هذه المعلومات لإخواتنا المزارعين، ومستمرة في توصيل المعلومة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مبسط وسريع للفلاح والمزارع المصري. طيب هل المبادرة دي مرتبطة بوقت معين أو محصول معين خليني أقول، ولا هي موجودة طول الوقت؟ لا، احنا مستمرين في تقديم كل المعلومات كل التفاصيل الفنية والعلمية للفلاحين والمزارعين بشكل يساعدهم في كل المزرعات وفي كل المحاصيل. طبعا احنا الوقت الحالي هو وقت التجهيز لزراعة الموسم الشتوي، محصول القمح طبعا ومحصول البنجر والعديد من المحاصيل الهامة، ان شاء الله يكون بداية انطلاق لخدمة اهالينا والتقديم الارشادات والتوصيات العلمية ليهم، وكمان اكيد هتستمر معنا في باقي المواسم وباقي المحاصيل الاسترشادية. طيب دكتور، لما درسنا اعلام في حاجة اسمها تارجت اودينس او جمهور مستهدف، انت ايه اللي ضمنك ان المزارعين بتوعنا عندهم وسائل تواصل اجتماعي؟ انت بتراهن على فيسبوك على مثلا اي وسيله تواصل؟ افرض ان اغلب الفلاحين المصريين معاهم تليفون بزراير، يبقى انت ما وصلت لهمش. يعني عندك دراسه يعني بتقول اغلب اغلب ده معناه ان في جزء كبير او جزء ليس بالقليل بيستخدم التكنولوجيا وبيستخدم التليفونات الذكيه، فاللي خلينا ما نوصل لهمش ونساعدهم ونقول لهم المعلومه. يعني خلينا نعكس السؤال، ليه ما نوصلش للناس؟ لازم احنا محتاجين نوصل، واكيد على فكره جزء كبير من الفلاحين والمزارعين بيوصل لهم او بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير وبشكل مستمر، سواء من خلال هو بشخصه او من خلال اي حد من قرايبه او من خلال حد من معارفه. ويمكن كان خير دليل على ده لما اطلقنا حمله ازرع صح، احنا حجم التواصل اللي وصل معانا او حجم التفاعل اللي وصل معانا زاد عن اكثر من 7 مليون تواصل ومتابعه واسئله واستفسارات، حجم المتابعين يمكن تجاوز 3 مليون مزارع وكلهم في مناطق ريف مصر. هو سريعا ايه ابرز وسائل التواصل اللي موجوده في الحمله بيستخدموها؟ يعني لو مسموح لينا نقول اسماء، طبعا فيسبوك وتويتر، في كمان انستغرام، كل وسائل التواصل. لكن هل في مرشدين يا فندم؟ يعني هل احنا اعتدنا وجود المرشدين؟ يمكن في حاجات معينه كده احنا بنحب نعملها زي ما بيقولوا اولد سكول، يعني او زي ما اتعودنا عليها من زمان. هل في مرشدين زراعيين بيتم اختيارهم خبراء بيروحوا يتوجهوا ان هم، يمكن في ندوات بتحصل مع المزارعين؟ يعني احكي لنا هل في ده موجود؟ طبعا ده موجود الحقيقه ومستمرين فيه. احنا عندنا كمان وسائل التواصل اللي بتنقل جهود الارشاد بتنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي عشان تكون اسرع في الوصول، وبنستخدم التكنولوجيا عشان تساعدنا في الوصول لاخواتنا الفلاحين والمزارعين. الحاجه المهمه ان كمان اللي احنا بنعمله ده هو لم يغني عن وسائل الارشاد التقليدي، انما احنا بنضيف ادوات جديده تساعدنا في الوصول للفلاحين والمزارعين. يعني احنا مستمرين في عمل الحقول الارشاديه، وعندنا هذا العام اكثر من 8000 حقل ارشادي تم تنفيذهم عشان نطبق المعلومات على ارض الواقع لخدمه اخواتنا المزارعين. عملنا ايام حقل وحصاد عشان ننقل المعلومه، عندنا الاداره المركزيه للارشاد الزراعي اللي بتقدم دور ارشادي ونقل التكنولوجيا للفلاحين والمزارعين في كل قريه وفي كل نجع في مصر، ومستمرين في تقديم كل الخدمات الارشاديه حتى من خلال الجمعيات الزراعيه اللي بنحاول نعزز دورها ونطورها، وبنحاول ان احنا نرفع كفاءه العاملين فيها، بندرب كل العاملين في الجامعات الزراعيه بشكل كبير. كل ده ادوات احنا بنستخدمها، وكمان بندخل ادوات التكنولوجيا عشان تساعدنا ان احنا نقدر
نوصل بأكبر عدد ممكن من الفلاحين والمزارعين. أكيد يعني هو عامل مساعد لكن هو مش العامل الأساسي اللي احنا بنعتمد عليه، ده كان أهم حاجة احنا عايزين نعرفها. شكرا لك دكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة. خلينا نذهب سريعا لموجز الأهم وآخر الأنباء بصحبة زميلتنا جمانة ماهر. تفضلي جمانة. شكرا مصطفى. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لم يتم التوقف عن العمل وتنفيذ عدد من المشروعات في ظل الظروف الحالية. وأوضح الرئيس السيسي خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل أنه تم إنجاز 41 ألف كيلومتر من الطرق داخل القرى المعنية بمشروع حياة كريمة، مضيفا أن المبادرة ستظل مستمرة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة. وشدد الرئيس السيسي على أن الدولة لم تملك خيارا سوى تنفيذ تطوير جذري في منظومات النقل والسكك الحديدية، لافتا إلى أنه لو لم يبدأ التطوير مبكرا لزادت التكلفة أكثر من ذلك بكثير، حيث أن الأسعار العالمية تضاعفت. هذا وأوضح الرئيس السيسي أن الحكومة كانت تعي جيدا أن التطوير سيسبب معاناة للكثيرين، مضيفا أن الخيار الأفضل هو المعاناة من أجل تطوير الدولة وضمان تسليمها للجيل القادم على أفضل وضع. استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيمي نصيرات وجباليا في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط غزة، وباستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على مخيم جباليا شمال القطاع، مضيفة أن العدد مرشح للزيادة في ظل وجود مصابين في حالات حرجة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 15 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على 3 مناطق، وأكدت الوزارة مقتل 9 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح في غارة إسرائيلية على بلدة المعيسرة شمال بيروت، كما أفادت بمقتل شخصين وإصابة 4 آخرين، بالإضافة إلى وجود أشلاء يتم التحقق من هوية أصحابها إثر غارة إسرائيلية على دير بيلا قرب مدينة البترون في شمال البلاد، ومقتل 4 أشخاص وإصابة 18 آخرين في غارة على برجة في قضاء الشوف جنوب العاصمة. أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق حول عدد من البلدات في شمال إسرائيل بعد تقييم أمني، وجاء ذلك عقب إخلاء العديد من تلك المناطق جراء إطلاق حزب الله اللبناني صواريخ وقذائف من لبنان. أكدت 40 دولة على الأقل دعمها الكامل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة المنتشرة في جنوب لبنان اليونيفيل، وحثت على حماية عناصرها الذين أصيب 5 منهم خلال 48 ساعة في هجمات إسرائيلية. هذا وتعرضت إسرائيل لانتقادات حادة بعد أن اتهمتها القوة الأممية بإطلاق النار بشكل متكرر وعمدا على مواقعها. قال رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن قوات روسية حاولت طرد القوات الأوكرانية من مواقعها في منطقة كورسك على الحدود بين البلدين، لافتا إلى أن قوات بلاده لا تزال تتشبث بمواقعها. وقال زيلينسكي إن التوغل الأوكراني في كورسك يهدف لإبعاد القوات الروسية عن مواقعها على خط المواجهة في شرق أوكرانيا، حيث يحقق الجيش الروسي مكاسب متواصلة منذ شهور. هذا وأقر زيلينسكي بوجود ظروف صعبة في منطقتي دونسك وزابوريجيا اللتين تسيطر عليهما روسيا جزئيا. انتهى موجز الثمانة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر، لكن بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم من جديد.
في الحقيقة يعني موسم الحساسية هو الموسم ده تحديدا اللي هو بيبتدي مع دخول فصل الخريف ومع تقلبات الجو ومعاه أيضا بتزيد فرص انتشار الفيروسات ومعاه أيضا بيكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد وبالفيروسات الصدرية. عشان كده عدد كبير جدا من أولياء الأمور بيحاولوا دايما بيوفروا أحسن وأفضل طرق لحماية أطفالهم في هذا التوقيت، وخصوصا إن هم يعني المدارس بتبقى بيئة خصبة جدا لانتقال هذه الفيروسات، من خلال إن هم يدوهم التطعيمات واللقاحات المناسبة، طبعا وعلى رأسها اللقاح الخاص بالإنفلونزا الموسمية. بالظبط يا مصطفى، يعني موضوع كبير قوي ومهم قوي بيمس كل الأسرة المصرية. زي ما كان مصطفى لسه بيقول دلوقتي الأطفال لما بتروح المدرسة لو طالب واحد تعبان للأسف بينقل الدفعة كلها وهكذا، والأطفال دي بتروح تنقل أهليها في البيوت، فبتبقى يعني سايكل كده لا تنتهي. هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل مع دكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح اللي منورنا في الاستوديو. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني قبل ما نتكلم عن تفاصيل إزاي الفيروسات دي بتتنقل، خلينا نتكلم عن إيه هي أصلا الفيروسات اللي بتتنقل في فصل الخريف بالتحديد، أو الفصول اللي هي خلينا نقول التمهيدية دي اللي بتمهد سواء للصيف أو للشتاء. إحنا بالفعل الخريف بالنسبة لنا هو أسوأ من الشتاء في انتشار العدوات التنفسية. طب ليه الخريف؟ لأن الخريف بنسميه لا شتاء لا صيف، وده جو مناسب جدا لانتشار الفيروسات التنفسية ما بين انخفاض وارتفاع الحرارة على مدار اليوم الواحد، ده بيساعد على انتشار العدوى التنفسية. بجانب هو موسم أيضا للتجمعات المدارس والجامعات، وده بيكون بيئة خصبة أيضا لانتشار العدوى التنفسية. إيه أنواع العدوات التنفسية اللي منتشرة في هذا التوقيت؟ أشهر حاجة طبعا البرد والإنفلونزا وكورونا والفيروس المخلوي. طب دي بنسميها العدوى التنفسية، يعني إيه عدوى تنفسية؟ يعني تنتقل عن طريق الهواء أو الرذاذ أو الجو من شخص لشخص آخر نتيجة ارتفاعات وانخفاضات درجة الحرارة وتعرضك لشخص مصاب. طب في عدوات تاني بتنتشر في الخريف في هذا التوقيت؟ طبعا هو الخريف زي ما قلنا في تجمعات، فأي تجمعات بيبقى قصادها انتشار للعدوات. عندنا الالتهاب الكبدي، عندنا الجدير المائي، عندنا السحائي، وكل دي عدوات تنتشر في الخريف خصوصا في التجمعات والمدارس. ولكن أشهرهم على الإطلاق طبعا العدوات التنفسية، لأن دي هي سريعة الانتشار سواء كان البرد أو الإنفلونزا أو المخلوي أو الالتهابات الرئوية، ودي بنسميها العدوى التنفسية. طب الواحد إزاي يميز أو يفرق ما بين أنه عنده برد وعنده حساسية، وبالذات كمان لو هذا الأمر بينطبق على الأطفال؟ طب خلينا نقول نميز ما بين عدوى تنفسيه زي سواء كان البرد او الانفلونزا او كورونا، لانهم بيجوا بنفس الاعراض دلوقتي. نفس الاعراض بالظبط. نميز ما بين البرد والانفلونزا وكورونا وما بين الشخص مريض الحساسيه. الشخص اللي عنده عدوى تنفسيه لازم بيكون فيه ارتفاع حراره حتى لو بسيط، يعني حرارته 38 38.5، البرد طبعا بتبقى الحراره اقل من الانفلونزا، الحراره ممكن 38.5 مع الام في العظام، بيبقى الانفلونزا مرض سريري، الشخص ما بيقدرش يتحرك، عنده زكام، عنده رشح، عنده التهاب شديد في زوره، عنده مشاكل تنفسية، عنده آلام في العظم، دي الإنفلونزا. البرد بيبقى زكام ورشح واحتقان بسيط وارتفاع متوسط في الحرارة، والشخص ده بيبقى عنده دور. على عكس الحساسية، الحساسية الشخص لإما بيعتاد في هذا الموسم بالذات إن هو بيجيله أعراض الزكام المتواصل، الرشح المتواصل، ويقول لك انا بتعب في نفس الوقت من السنه. طب اللي بيبتدي ببرد ويكمل برشح، يعني يكمل بقيه، يعني اللي بيبتدي بالاعراض دي، لان كنا بنتكلم يمكن قبل الهوا على الموضوع ده، باعراض البرد ودرجه الحراره، درجه حراره حرارته بترتفع والكلام ده كله، وبعدين بعد كده بتكمل معاه بقى الرشح ويكمل معاه، هل دي حساسيه مرتبطه بالبرد مثلا ولا طيب بيبقى ايه؟ هو لاما مضاعفات عدوى تنفسية، إن هو دور البرد ساب عنده مضاعفات والشخص ده بيبقى ضعيف مناعيا، يعمل له ما يسمى بالتهاب الجيوب الأنفية. أو هذا الشخص مريض حساسية، إحنا كنا زمان كنا بنقول الشخص مريض الحساسية يتهيج من التراب والغبار وحبوب اللقاح والفطريات. العدوى التنفسية الآن هي أشهر مثير لحساسية الأنف والصدر، بمعنى مريض حساسية الأنف دور البرد ممكن يقلب بحساسية مزمنة، دور البرد ممكن يقلب بحساسية صدر، بالتالي العدوى التنفسية عشان كده بنقول هو والحساسية الخريف. ممكن أيضا تقلب بدور برد؟ لا، بتبقى الحساسية مضاعفاتها مع دور البرد خطير، بمعنى أن مريض حساسية الصدر لو جاله دور انفلونزا اللي بنخاف عليه اكتر من غيره، لان مضاعفات العدوى التنفسيه ان الانفلونزا ممكن المريض الحساسيه تقلب التهاب رئوي، الدور البرد يقلب التهاب جيوب انفيه، فبالتالي مريض الحساسيه العدوى التنفسيه هي نمبر واحد في الخريف اكبر مثير. هو ممكن يبقى كويس جدا ويجي له ازمات في الشتاء والخريف بسبب العدوى التنفسيه، مش مضطرب بس
زي ما كنا بنقول للعيانين اللي بيتعرض للاضطراب بيجي له زكام او رش، مش من حبوب اللقاح، مش من شعر القطه، لا، العدوى التنفسيه اللي هي البرد او الانفلونزا هي اكبر مثير لمريض حساسيه الانف والصدر. عشان كده موسم الخريف والشتاء لمريض الحساسيه من أسوأ المواسم على الاطلاق بالنسبه للاعراض. تلاقي الطفل مريض الحساسيه في هذا الموسم، الام جلسات على طول، بخاخات على طول، ازمات متكرره بسبب الرشح المتكرر. حساسيه الانف هي اكبر مثير لحساسيه الصدر. الشخص اللي بيتحسس من مناخيره عنده افرازات خلفيه دائمه، على طول الام تقول يا دكتور مناخيره بتزكي من هنا، صدره يقفل من هنا، بيبقى اكبر مؤشر لان الشخص ده هيخش في ازمه هي الانف. فعشان كده بنقول للام اول ما ابنك يشعر بنوع من الزكام او الرشح اغسلي مناخيره بميه البحر، ياخد دواء الحساسيه على طول. لازم طبعا وضروري احتياطاتنا ما قبل ان هو يجيله البرد، يعني احنا هو جاله برد خلاص، يبقى دواء حساسيه باستمرار، اغسل مراخيره بمحلول المرح، ابتدي ادي موسعات الشعر باستمرار عشان امنع الافرازات الخلفيه انها تنزل على الرئه وبالتالي ما يخشش مني في ازمات ربويه. طب ده كله، طب ما انا ممكن اعمل احتياطات ما اخليش العدوى التنفسيه تيجي، او لو جت ما تكونش وقعها خطير وسيء على مريض الحساسيه. اللي هو اول حاجه ادي لابني لقاح الانفلونزا. طب لقاح الانفلونزا ايه دوره لمريض حساسيه الصدر؟ طب لقاح الانفلونزا هو مهم لجميع الفئات. صحيح. طب ليه مريض الحساسيه بالذات؟ لان زي ما قلنا وقع الانفلونزا بيكون خطير على مريض حساسيه الانف والصدر. فبالتالي اول خطوه ناخد لقاح الانفلونزا لو ابني فوق السته اشهر، خصوصا لو مريض حساسيه انف او صدر او ضعيف. سته اشهر هو يعني هو صالح من سته اشهر ما شاء الله؟ سته اشهر فما فوق جميع الفئات، ولكن بيتاخد بجرعات مختلفه على حسب السن. لو سن طفلي من سته اشهر لتسع سنين وهو اول سنه ياخد هذا اللقاح، هياخد جرعتين فاصل ما بينهم شهر، يعني ياخد جرعه دلوقتي وجرعه تاني بعد شهر. لو ابني في نفس التوقيت ده انا عارفه وبديله لقاح الانفلونزا، هياخده مره واحده فقط لا غير. طب لو سن فوق التسع سنين هي مره واحده سواء كان خده قبل كده ولا لا. طب هو مناسب للجميع؟ مناسب للجميع بما فيهم الحوامل والمرضعات، بما فيهم كبار السن، بل بالعكس بنقول الفئات الاكثر حرصا واولويه ان هم ياخدوه الاطفال وكبار السن، اصحاب الامراض المزمنه، مرضى السكر، مرضى القلب، مرضى الحساسيه. ليه؟ زي ما قلنا بيكون وقع الاصابه عليهم اخطر من غيرهم. ممكن هذا مريض القلب يخش في مضاعفات عند الاصابه بالانفلونزا. الانفلونزا ليست مجرد دور برد زي ما الناس معتاده او بتعتقد. طب ما انا خدته وجالي دور برد، طب هو اللقاح ما فيهوش فايده؟ يا جماعه احنا عندنا اكتر من فصيل، اكتر من 200 فصيل برد وانفلونزا. طب اللقاح بيحمي من احد اشرس اربع فصائل عالميا اللي هم اخطرهم على الاطلاق، عشان كده سمي باللقاح الرباعي. فبالتالي انت بتدي حمايه تصل الى 75%، ولكن قد تصاب بدور برد، قد تصاب بدور انفلونزا، ولكن بدون مضاعفات، وده الاهم. وحتى لو اصبت بتبقى اقل يعني حده، اقل خطوره، وبدون مضاعفات. عشان كده تقول ام انا خدته وبيجي له برد برضه. يا جماعه نفصل ما بين الاثنين، ممكن طفلك يجي له برد بس ما يخشش في مضاعفات، والبرد غير الانفلونزا. الانفلونزا فيروس خطير وليه نسب وفيات عالميه، يعني الانفلونزا من قبل كورونا كان ليه نسب وفيات عالميه. الانفلونزا ليه مضاعفات على الرئه، مضاعفات على الاذن، مضاعفات على المخ، قد يؤدي الى التهابات رئويه، قد يؤدي الى فشل في التنفس، ويؤدي الى مضاعفات خطيره، يؤدي الى الوفاه. احنا كنا في الشتاء كل سنه بنلاقي اطفال في الرعايه المركزه بسبب التهاب رئوي نتيجه عدوى تنفسيه. ده غريب شويه، يعني ليه فجاه بقينا بنلاقي في السنين اللي فاتت، كام سنه اللي فاتوا، اطفال كتيره قوي؟ الاقي الامهات بتقول انا ابني عنده جلسه تنفسيه، جلسه مش عارفه ايه، بقى كتير قوي، يعني من كتره بقى حتى في البيوت بيعملوها. زمان ليه ما كانش فيه الموضوع ده؟ ايه اللي اتغير؟ طيب احنا في ظل العدوات التنفسيه اللي ابتدت تنتشر، واحنا في قعدنا ثلاث سنين كنا في معزل بسبب كورونا، فبالتالي احنا في ثلاث سنين على فكره بتوع كورونا دول ما كناش بنشوف انفلونزا خالص، لان احنا كنا بنطبق اجراءات تباعد، نظافه، غسيل ايدي، فبالتالي ما شفناش الانفلونزا. حصل بقى في السنتين اللي فاتوا نوع بقى طبعا من الاختلاط مره اخرى، فبالتالي اجسادنا ما كانتش بتتعرض للعدوات التنفسيه، مجرد المخلوي، دور البرد العادي، مجرد افرازات الانف، مجرد التيارات الهواء الساعه، الطفل ممكن يخش مني في ازمه. طب هل الجلسات واستخدامها في ضرر ولا لا؟ تؤخذ تحت وصف طبي وما فيهاش ضرر، لان هي عباره عن ماده معينه مذيب للبلغم، موسع للشعب، البخار ده اللي بيطلع بخار. بالفعل بيفك صدر الطفل، ولكن طبعا في بعض المواد بتكون خطر على مرضى القلب لان فيها ماده موسع للشعب ويؤدي لزياده ضربات القلب، فيؤخذ هذه الماده بحذر فقط لا غير، ولكن هي امان جدا، ما فيش منها اي ضرر خطوره اذا اخذت تحت اشراف طبي. احنا بقيه الامهات، لكن انا مش بعود ابني كده على، انا يعني انا مش دكتوره ما اعرفش، بس مش انا كده بعود رئه ابني على حاجه معينه؟ حلو طول جدا. الوقت. طب السؤال ده بنسال عليه لما مريض الحساسيه بمشيه على البخاخه واقول للام ابنك هيمشي على البخاخه، بتقولي هو كده
مش هياخد على البخاخه وهيفضل ياخد البخاخه طول عمره. هقول لها يا امي هو انت طفلك لما بيتعب بتعمله ايه؟ بروح للدكتور وبيدي له حقن مضاد حيوي. طب هو مش هيتعود على المضاد الحيوي؟ مش هيتعود على الدواء اللي بتاخديه؟ طب احنا لما نديله سبيل اكثر مامونيه، لان البخاخه والجلسه هي ما بتخشش جسم الطفل، ما بتخشش معدته، ما بتمتصش، بتشتغل على الرئه بصوره موضوعيه، بتقلل من الالتهاب، بتوسع من الشعب الهوائي. ولا انت عايزه كل اسبوع تروحي للدكتور اول ما صدره يقفل اخد حقنه كورتيزون ومضاد حيوي وهبقى فرحانه ان هو خف وبعد اسبوع يتعب تاني، وانت مش واعيه ان انت بتكرري مضاد حيوي وكورتيزون؟ واشمعنى ما خدش على حقنه الكورتيزون اللي كل اسبوع بتديها له في الصيدليه؟ هو في حاجه اسمها خد على البخاخه او خد على الجلسه؟ مفيش رئه بتاخد على حاجه، رئه طفلك هي اللي مصابه، هي اللي فيها حساسيه، هي اللي محتاجه موسع على طول. انت كنت بتديهوله بصوره مختلفه، بصوره ضاره اللي هي حقنه كورتيزون، او اروح اديله دواء كورتيزون يقلل الالتهاب، اول ما مفعول الكورتيزون يروح ابني بيتعب تاني اديله كورتيزون تاني. طب ما انت كده هو ما خدش على الكورتيزون؟ لا، مفيش حاجه اسمها خد على دواء، هو مصاب بيحتاج الى النوع ده فبديله الانسب لسنه لظروفه الصحيه. الحاجه الاقل اثارا جانبيه هي الجلسه، هي البخاخه، على عكس المعتاد. اما يعتقد هو البخاخه دي هتبقى ادمان، مفيش حاجه اسمها ادمان. ابنك لو مريض حساسيه بيحتاج للعلاج ده، سواء بصوره وقتيه او موسميه، او لو هو بقى مريض مزمن ومريض ازمه مزمن هيحتاجها على طول. هي ما فيهاش ضرر، بل بالعكس بتغنيك عن ادويه قد تكون اكثر تكلفه واكثر ضررا على صحته، اللي هي الكورتيزونات الفمويه. لان طبعا استخدام البخاخه لمده عام كامل اكنك خدتي معلقه دواء واحده فيها كورتيزون. شوفي احنا افرطنا قد ايه، بنروح والام بتكرر ادويه كثير يعني. جدا جدا صحيح. تحتوي على نسبه الكورتيزون وهي ضاره جدا لصحه هذا الطفل. طب انا عندي سؤال عن التطعيم السنوي بتاع الانفلونزا. لو انا على سبيل المثال احنا في 24 خدت التطعيم بتاع 23، هل ده في مشكله؟ وليه كل سنه بيبقى في اصدار جديد من يعني هيئه المصل واللقاح بتطلع مصل جديد للانفلونزا؟ هو ليه سموه المرض الانفلونزا الموسميه؟ لان الانفلونزا الموسميه من طبيعه هذا الفيروس انها بتتجدد وتتحور كل سنه وتغير من شكلها، فبالتالي هم بياخدوا مسحات من الحلق ومن الجو في شهر 7 أو 8 قبل الموسم، ويشوفوا اشد الفيروسات انتشارا وشراسه، ويقوم محضرين منها المصل الموسمي. يعني ما فيش سنتين مثلا ورا بعض كان نفس التركيبه؟ نادرا، لان هو بيتحور على طول. طب يعني هو كل سنه فعلا تركيبته بتتغير فعلا؟ ده حقيقي؟ بخلاف ان الاجسام المضاده اللي بتتكون من اللقاح او العدوى الفيروسيه ليست طويله الامد، بمعنى انت ما بتاخد لقاح العدوى التنفسيه ما بيدكش مناعه سنتين ثلاثه، هي مناعه موسميه. الاجسام المضاده اللي بتتكون ليست طويله الامد، مش زي اللقاحات اللي بناخدها في المدرسه اللي بتديك مناعه ابديه تجاه هذا المرض الانفلونزا او العدوات التنفسيه زي كورونا. هل لقاح كورونا هيديك مناعه طول الابد؟ لا، بيتحور وبتقل التتر في الاجسام المضاده نسبتها في دمك، فبالتالي ما بتديكش حمايه اكتر من سنه. فبالتالي انت يجب عليك انك تاخد لقاح كل سنه. ليه؟ لان اللقاح اللي قبليه كل سنه ده بيقولوا عليه في وقت معين، لازم قبل يعني قبل شهر 10. 9 و10 ليه بقى؟ طيب هو احنا انتشار العدوات التنفسيه بتبقى امتى؟ بعد كده. بس انا لو انا فقت على نفسي لسه شهر 12 ما ينفعش اخد ال؟ لا ينفع، بس في فرق بين انت خدت حمايه قد ايه. لو خدته في شهر 9 أو 10 انت خدت حمايه في الموسم كله. طب خدته في 11 الحمايه قلت، خدته في 12 قلت. يعني مفيش حاجه تمنع؟ لا مفيش منع، بالعكس احنا ممكن ناخده في شهر 1 لان في انفلونزا في الصيف. ولكن انت خدت بعدت عن الموسم الاساسي اللي انت عايز تاخد حمايه اكتر. فكلما بعدت كلما قلت حمايتك، مش في ضرر عليك خالص. ممكن ناخده في 11 ولكن يفضل 10، يا ليه 11 يا ليه 12. كلما بعدت مفيش ضرر ولكن بتقل درجه حمايتك. ومهم طبعا قلنا لكل الفئات، بس ممكن نقول الفئات الممنوعه بقى. مين الطفل اللي ما ياخدوش؟ لو طفل اقل من 6 أشهر ما ياخدش اللقاح. لو طفل عنده تاريخ مرضي ان هو حصل فرط تحسس تجاه هذا اللقاح، يعني خده طلع عنده حساسيه منه، ما ياخدوش. لو طفل عنده حساسيه من البيض لان احد مكونات اللقاح البيض، ما ياخدوش. لو ابني عنده تاريخ مرضي متلازمه مرض مناعي عمل شلل قبل كده اسمه متلازمه الشلل الرباعي، ده ما ياخدوش. طب يعني ايه يعني؟ في متلازمه مناعيه بتيجي نتيجه العدوات الفيروسيه او اللقاحات، ان هو بعد اللقاح بيجي له نوع من انواع الشلل الوقتي. مؤقت يعني. فلو عنده تاريخ معاه ما ياخدش اللقاح. لو عنده حساسيه من البيض ما ياخدش اللقاح. لو عنده حساسيه من اللقاح ما ياخدش اللقاح. طب يؤجل امتى؟ لو ابني عنده ارتفاع حراره شديد مش يمنع، يؤجل حتى زوال الحراره. افرض ابني عنده دور دلوقتي. لا وسخن،
هاجله يوم اتنين لحتى زوال الحراره. ليه بقى؟ ان انا بديله الفيروس بصوره مصغره، انا كاني بعززه. هو في دور جهازه المناعي منشغل بمرض عنده اللي هو العدوى الفيروسيه وحراره، فجهازه المناعي في حاله دلوقتي هجمه عليه، فبالتالي انت ما تحملش عليه باللقاح، انت عايزه يكون اجسام مضاده، فبالتالي غير مستحب اثناء الحراره او اثناء دور المرض الشديد ان انت تاخده، فبالتالي يؤجل ولا يمنع لحين زوال الحراره. هل ليه اعراض جانبيه؟ طب الاثار الجانبيه المعتاده للقاحات، ممكن ايديك تورم وده نادرا، او ممكن تسخن نص درجه وده نادرا، هناخد خافض الحراره التقليديه، بمعنى ان اثار الجانبيه نادرة الحدوث، وهي أثار قد تحدث لأي لقاحات ولكنها نادرة جدا جدا مع لقاح الإنفلونزا. طيب عايز أتكلم بقى في نقطة مهمة جدا جدا، أنه بعض الأهالي للأسف لو ولادهم تعبانين أو تعبوا يومين ثلاثة ولسه البرد عندهم، يلا يا حبيبي روح المدرسة، دي بقى بتبقى كارثة ساعتها، وبيعدي بقية الأطفال في الكلاس بتاعه، وبيروحوا هم يعدوا اهاليهم وهكذا، ومن هنا بقى بتيجي العدوى التنفسيه تنتشر. ويقول لك المدارس كلها فيها عدوى. النهارده نقول ايه للاهالي دي، وقد ايه ده بيأثر سلبا عليهم وعلى اطفال تانيين؟ انا عارف ان في حاجه اسمها الام العامله، والام العامله هتضطر انها لو ابنها عيان هتقعد معاه في البيت، وده مش هي مش عايزه تقعد عشان شغلها. انت بتاذي مش ابنك بس، نزول ابنك المدرسه ممكن ياخد عدوى مشتركه اخرى، وبالتالي الدور اللي عنده يزيد، او يعدي طفل اخر قد يكون عنده زميله اللي على الديسك ده عنده مشكله مناعيه او مرض مناعي، بيكون الواقع الاصابه عنده اخطر من ابنك، ابنك يخف بس انت اذيتي طفل اخر بالعدوى دي ودخلتيه في مضاعفات، لان هو عداه لقط منه عدوى فيروسيه، او ابنك ممكن يخش في مضاعفات بسبب نزول، ان هو ممكن ياخد عدوى اخرى مشتركه وبالتالي يخش في مضاعفات. هقول للناس بلاش لو ابنك عنده ارتفاع حراره او اعراض برد، امنعي انتشار العدوى الفيروسيه، اقعدي في البيت، اهتمي بيه، تغذية مهم جدا، السوائل مهم جدا، العصائر مهم جدا، اقعدي بيه عشان يخف، ما تكونيش سبب في انتشار العدوى، وما تكونيش سبب في زيادة سوء ابنك. هتيجي تقولي الواد كان كويس ولما نزل المدرسة كان عنده دور برد بسيط قلب بالتهاب رئوي، انت سقت حالته، انت اجهدتيه، المفروض طفلك يرتاح، انت بتمنعي انتشار العدوى للآخرين، وهنقول لك على شوية احتياطات اصلا لمنع العدوى وايضا لحماية ابنك من هذا العدوى التنفسية. اول حاجة انت خلاص قعدتي، التغذيه الجيده جدا مهمه جدا لطفلك ولمناعته، طب تهويه الشقه مهم جدا طبعا لمناعته، اهتمام طفلك بنظافه ايده بعد العطس او الزكام بيمنع اصلا ان هو يجي له هو كمان عدوى اخرى، يبقى اهتمام بالنظافه مهم جدا، التغذيه مهم جدا، ممارسه الرياضه لطفلك مهم جدا لتنشيط الدوره الدمويه، بمعنى لو المدرسه قريبه بالبيت مش لازم نركب مواصله، مجرد الحركه والنشاط هو تنشيط للدوره الدمويه، عودي ابنك ان هو ينام بدري، ما يروحش المدرسه نايم، النوم هو مفيد لمناعتنا ومفيد للتحول الغذائي لا يقل عن 7 ساعات يوميا. ناخذ لقاح الانفلونزا، اخذ المكونات الرئويه، انت بتحميه قبل الاصابه من العدوى التنفسيه ان انت تديله اللقاحات الهامه للعدوى التنفسيه، يبقى غذيه، رياضه، نوم بدري، اخذ اللقاحات، اتباع اساليب الرياضه المهم جدا لمناعتنا، كذلك هو رايح المدرسه الصبح، احنا لسه في الخريف، ملابس قطنيه معتدله، مش بقول لك دفي قوي يسخن ويروح البيت يقلع هدومه ويتعرض لصدمه حراريه، ولا هقول لك لا لبس خفيف، لا لبس قطني معتدل. افتحي شباك هواء قبل ما يخرج من المدرسه عشان ما يتعرضش لتيار هواء مره واحده، اغسلي وشه بميه حنفيه، شربيه ميه علشان حلقه بيخش فيه حراره معتدله من شرب الميه اللي موازنه لجسمه، لو عملتي الاحتياطات دي بجانب تغذيه ورياضه ونوم واخذ اللقاحات ابنك مش هيجي له عدوى فيروسيه، ولو جات له بيكون وقعها اقل ومضاعفاتها اقل. ايه ابرز الوصفات اللي ممكن ربه المنزل تعملها لابنها بشكل دائم؟ يعني بنسمع ان ميه بملح، حط مش عارف ليمون على ايه، اما بخار ميه تعمله ازاي، الكلام ده مدى صحته ايه، وايه هو الصحيح منه، ايه اللي يضر؟ طيب احنا فكره كل يوم معلقه عسل نحل حط عليها ربع ليمونه، عسل النحل غني بمضادات الاكسده، طبعا غني بالاجسام المضاده، غني بالمناعه، بجانب الليمون. يمكن بتكلم على الاشياء التنفسيه اكتر. طب الاشياء التنفسيه ان انت لو فتحت فعليا زي ما الوصفات القديمه بتاع جدي وجدتك، اغسل وشك قبل ما تخرج عشان ما يجيلكش ضرب هواء. يا جماعه مهم جدا، ليه؟ انا ابني صاحي الصبح كان دافي، وانت هتخرجه في الشتاء لتيار هواء ساقع، لما اغسل وشه بميه الحنفيه دي انا بديله حراره قريبه من حراره بره، ما عرضوش لصدمه حراريه مباشره، وبالتالي الفيروسات بتنتقل لايه؟ عند ارتفاعات او انخفاضات الحراره الحاده الفجائيه، ابني كان عرقان وتعرض لهواء مره واحده. فغسيل الوش مثلا، نغسل الوش بميه حنفيه قبل ما ينزل مهم جدا، اشربه ميه حنفيه قبل ما ينزل مهم جدا،
البخار بقى، البخار اهميته ان هو بالفعل لو انا بعمل له جلسه بس اللي يكون عنده فعلا بلغم عنده افرازات، محلول الملح اللي انا بحطه في الجلسات ده بيفك الانف وبيفك الصدر وبيساعد طفلي على التنفس. اما اغسل مناخير طفلي بميه الملح مهم جدا بس بمقدار معتدل، انا بفضل يجيبوا محلول ملح 9% من الصيدليه بيبقى معقم. وازاي اخلي الطفل يعمل كده؟ ابني بسكوم على طول، مناخيره مسدوده أيوة على طول. انا لو اقدر استنشق واعمل، لو طفل اقنعه ازاي؟ لا هو انا هسلك مناخيره، انا بجيب السرنجه. ابني طول الليل بيخنفر ودي عامله له مشاكل تنفسيه. تمام. بجيب السرنجه وبسحب محلول الملح، او لو الام تقدر تشتري بخاخات محلول ملح من الصيدليه، بس انا بقول كتكلفه اقتصاديه ممكن محلول ملح من الصيدليه بسرنجه واغسل له مناخيره غصب عنه الفتحه دي والفتحه دي. لو سلكنا الجيب الانفي ده هتقل مشاكل تنفسه اثناء النوم، مش هيشخر اثناء النوم، الافرازات دي مش هتنزل على الرئه وتعمل له مضاعفات، فبالتالي الاهتمام بالانف بغسيل بميه البحر او محلول الملح باستمرار هام جدا. العنايه بالانف هي مؤشر لان الانف زي ما قلنا هو اكبر مثير لحساسيه الصدر، يبقى غسيل الانف بميه الملح، جلسات البخار عند الضروره، التغذيه الجيده زي ما قلنا كل يوم، يجب ما فيش حاجه اسمها اعمل له وجبه للمدرسه، لازم ياكل قصاد عينك وجبه الصبح صباحيه، تطمني ان هو خد وجبه غنيه الصبح، غنيه بفيتامين سي في صوره ثمره فاكهه او برتقال، غنيه ببيضه مسلوقه اللي هو البروتين او الفول، كل ده عنصر غذائي مهم. لو انت اطمنتي على طفلك ان هو كله ونظف مناخيره ولبس لبس قطني وعملت له الاجراءات دي بجانب الاجراءات اللي احنا قلناها، بنسبه كبيره هيعدي الخريف والشتاء بدون اي مشاكل صحيه. طيب خليني ابني على سؤال مصطفى واسال الاكلات اللي بتقوي جهاز المناعه اللي الامهات تقدر تعملها دلوقتي لاولادها، عشان زي ما حضرتك عارف اهم حاجه هو الاكل، يعني شئنا ام ابينا هو ده الحاجه المهمه جدا. يعني الأمهات تعمل إيه لأولادها وتتجنب إيه؟ لأنه بجد بجد أنا بقيت أشوف، وأنا مش بحكم على حد أو الله يكون في عون كل الناس، بصراحة كل الناس مشغولة وعندهم حاجات كتيرة قوي، لكن أتجنب إيه؟ يعني في ناس مثلا ناجتس، سوسيس، مش عارفة إيه، على تيك توك ده في كل حتة. أعمل إيه لأولادي بالذات في فصل الخريف أجنبهم فكرة العدوات الموسمية؟ حلو جدا. أقوي مناعة الطفل مصطلح طبي مناسب لطفل بيبني جهازه المناعي فمحتاج أقويه، لكن لو لشاب او شخص بالغ هنقول احافظ عليها متوازنه ازاي، لان الشخص اللي كبر خلاص هي مناعته كامله بحافظ عليها بصوره جيده فقط لا غير، لكن ابني بقى مناعه الطفل ازاي. عنصر الغذاء زي ما انت قلتي هو بناء الطفل بايه، بناء هيكله وعضلاته وجسمه واعضائه عن طريق ايه؟ عن طريق الغذاء. طب اهم غذاء بيبني جسم الانسان هو البروتين، يبقى اول حاجه بروتين حيواني قليل الدسم قليل السكر، يكون معمول في المنزل، بلاش الاكلات السريعه، بلاش الحاجات اللي بطعم حاجات، بلاش الحاجات اللي هي مصنعه انا مش شفتش محطوط فيها ايه. فبالتالي الغذاء البروتيني قليل الدسم قليل السكر هو مهم يعني جدا. اللانشون التركي الحاجات دي، كل هذه الاشياء غير مضمونه داخل فيها ايه ولا مصنعه ازاي ولا طريقه حفظها ازاي ولا بروتينها في ايه. فبالتالي بروتين منزلي مهم جدا. بنقول للامهات يا جماعه اللحمه عادي بتاعت الخضار دي، هقول لك على حاجه، خضار الموسم فاكهه الموسم هو غذاء مناعي. مفيش حاجه هقولها لك النهارده اقول لك هو ربنا خلق كل حاجه في وقتها، يعني الشتاء مش مشهور بالانفلونزا والبرد، هتلاقي فاكهه الشتاء غنيه بفيتامين سي اللي هي البرتقال الجوافه والكيوي فبالتالي فاكهه الشتاء هي فاكهه مناسبه مناعيا لانها تحتوي على فيتامين سي، فاكهه الصيف بتحتوي على البطيخ لان بيجي لنا جفاف محتاجين ميه كتير، فبالتالي ربنا بيدي كل فاكهه على حسب. خضار مفيش حاجه اسمها انا مخزنه خضار، خضار الموسم. لو احنا في موسم الباميه، الباميه فيها عناصر غذائيه، في موسم عناصر غذائيه، خدي خضار الموسم، خدي فاكهه الموسم، ابعدي عن مواد الحافظه، خلي فيه عناصر خضراء في السفره، سلطات خضراء، ابعدي عن المواد الحافظه، ابعدي عن الاكلات السريعه، يكون عندك بروتين حيواني يومي، مش هقول لك لازم تكون تكلفه عاليه، ايا كان نوع البروتين، بيض، سمك، لحمه، فراخ. جبنه القريش فيها، جبنه القريش يعني فيها بروتين اللبن، فلو كلنا غذاء المنزل، خضار موسم، فاكهه موسم مع بروتين حيواني، نبعد عن المواد الحافظه والاكلات السريعه، وتطمني ان ابنك كل وجبه منزله الصبح قبل ما ينزل، صدقني ده هو الغذاء المناعي. طيب. الهام جدا لطفلك. طب دكتور امجد، يعني بخلاف ان حضرتك بتشتغل في هيئه الوصل وقاعه، حضرتك استاذ الحساسيه والمناعه، قلت لي ان انا بعمل اختبارات للحساسيه قبل ما اشوف المريض بتاعي ده هل عنده انفلونزا ولا عنده حساسيه، عندي فضول بقى اعرف يعني ايه اختبارات حساسيه وازاي بتتعمل، وهل بتتعمل للطفل ولا للشخص البالغ؟ طب انت مريض حساسيه انف، بتروح البيت اول ما تخش البيت بتعطس، او اول ما تنام على السرير على المخده بتعطس ويجي لك زكام، او اول ما تشغل او بتقفل المناخير،
او اول ما تشغل التكييف على طول يجي لك نوبه من الزكام، سواء تكييف العربيه او تكييف البيت. انت لديك مسبب بيئي في منزلك او في الشارع او في البيئه المحيطه، لما بتشمه بيجي لك اعراض البرد. طب احنا عايزين نعرف المسبب البيئي ده. عندك شجره في البلكونه بتطلع حبوب لقاح، بنعمل لك اختبارات للزرع، بنعمل لك اختبارات للتراب، لعدة الفرق يعني إيه؟ احنا عاملين المواد دي، شعر القطه في صوره مستحضر، التراب، انواع الزرع اللي موجوده في مصر في صوره مستحضرات، الفطريات اللي في التكييف في صوره مستحضرات. انا قعدت حضرتك بس بشرط تكون حضرتك موقف علاج الحساسيه على الاقل 3 ايام، وجبت عملت دوائر على ايدك وحطيت هنا القطه، هنا التراب، هنا عدة الفراش، هنا حبوب اللقاح، شكيتك شكه في كل واحده من دول، وانتظر ان يكون في رد فعل من جهازك المناعي تجاه مسبب من دول. حزين. لو حصل احمرار او تفاعل شديد لعدة الفراش، يبقى انت تتحسس تجاه حشره الفراش اللي موجوده في المرتبه والسرير، حتى لو بيتك نظيف انت اللي بتتحسس، ملهاش دعوه بنظافه البيت. لو حصل تفاعل مع القطه، اه يا دكتور ده انا اول ما بخش القطه بحضنها بتنتبني تورم واحمرار ودعك في عيني ومراقيد، يبقى انت تتحسس من شعر القطه ولعبها، وبيظهر على فكره تفاعل واضح جدا، احمرار وتورم محكة مكان الماده اللي انا حقنتها لك. يبقى انا حددت لك الماده اللي بيتك وانت ما انتش واخد بالك بتعمل لك تحسس، لا اما بقى بنتجنبها نتخلص من الزرع اللي في المنزل، او بنعمل معالجه بيئيه للمرتبه والسجاد والموكيت والتكييف، او لو نقدر نتخلص من قطه، لو ما قدرناش بناخد مصله حساسيه تجاه هذا المسبب، ان انا بديك المسبب نفسه بجرعات مخففه فيحصل تعود لجهازك المناعي، بحيث لما تتعرض له لا اما ما يجيلكش اعراض الحساسيه او تكون اقل حده واستخدامك للبخاخات يقل، لان انت عرفت المسبب وقدر الامكان بامان عندك مناعه ضده او تجنبته قدر الامكان. طب واللي بيصحى عنده حساسيه او اللي بيصحى عنده زكام او 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 بنسبه كبيره بيبقى لا اما عدة الفراش اللي هو نام على المخده وما فيش حاجه اسمها اصلا نظيفه وبغير، يا جماعه عدة الفراش لا ترى بالعين المجرده، ما بتشفش، موجوده في المخده، موجوده في المرتبه، ما بتشفش في العين، كان نصول وصل ان احنا ننفض المرتبه قبلها، هي حاجه لا ترى بالعين المجرده اصلا، انت بتشمها، لو زوجك في نفس المكان هو يشمها ما يحصلوش حاجه، لان هو مش مريض حساسيه، انت اللي بتتحسسي من الماده دي، زي الطفل اللي عنده حساسيه من الموز، اخوه بياكل من نفس الصباع، ده بيهرش، ده ما بيهرش، ليه؟ لان هو اللي عنده حساسيه تجاه هذه الماده، هو لو شم التكييف اول ما تفتح التكييف هو اللي بيتزكم، هو اللي بيعطس، يبقى هو اللي عنده اجسام مضاده، هو اللي عنده رد فعل مناعي تجاه المسبب ده، فبالتالي لما بيتعرض له بيجي له زكام، بيجي له رشح مزمن. في ناس تتحسس في المواسم في الربيع او الخريف، في ناس تحسسها دائم طول السنه على حسب المسبب البيئي اللي انت بتتعرضي له. طب مشكله امراض ادويه الحساسيه ان هي بتعمل للجسم كله حاله من الخمول، برافو عليك، او الاسترخاء، وهي طبعا هو الجسم مش ذكي، هو انت لما تديله دواء معين هو مش رايح بس للمناخير، هو بيعمل خمول لكل اجهزه الجسم. كلامي صح ولا انا غلطان؟ بالفعل. ولكن الان في ادويه لا تسبب النعاس بنسبه كبيره، لا تسبب الخمول، مش نعاس بس يا دكتور، هو خمول بشكل عام، انا يعني اتعودت شويه على ادويه الحساسيه وقلت ان ليها اضرار جانبيه كتيره جدا. بالفعل، هو حتى الادويه اللي مكتوب عليها ان هي خاليه من الاثار الجانبيه والجديد، عند بعض الناس حتى مع الادويه لا تسبب النعاس، بيقولوا عندي من نوع من الخمول، عندي نوع من الهمدان، بنستعيد عنها ان انا اقول له اغسل مراخيرك بمحلول الملح باستمرار، استخدم البخاخات الموضعيه، كل ما هو موضعي هو ما بيضرش، لان هو مش سيستميك، ما بيقودش جسمك فما بيسببش اي مشكله لباقي الاعضاء. ولكن مش كل الناس اللي بتاخد مضادات الهستامين عندها نفس الاعراض، في ناس هو بيقول لي انا اصلا مش بيخليني انام اصلا، بالعكس، يعني في ناس تقول لك انا اول ما خدته همدان طول اليوم، في ناس تقول لك انا اصلا ببلبع ثلاثه علشان احس ان هو بينيم، ما بينيمنيش، فبالتالي مش كل الناس هو ملوش علاج مرض الحساسيه ده خالص. اللي احنا قلناه فكره الاختبارات الحساسيه ومعرفه المسبب وعلاجه هو اهم خطوه في علاج الحساسيه قبل العلاج الدوائي. لو العلاج الدوائي ليه مضاعفات عند بعض الناس يبقى احنا هنلجا للامصال الحساسيه، لو علاج الامصال الحساسيه مش مناسب لهذا الشخص يبقى البخاخات الموضعيه ممكن يستخدمها، ودي بتغنيه بنسبه كبيره على استخدام مضادات الهستامين. طيب لو في نصيحه سريعه جدا جدا عشان بس وقتنا، حضرتك تنصحها للمشاهدين تقول لهم ايه؟ هقول لهم يا جماعه لا خد لقاح الانفلونزا وده الموسم، لو ابنك فوق 6 اشهر مهم جدا ناخده الان، وما فيش حاجه اسمها خدته وجالي برد، لا البرد غير الانفلونزا، خد لقاح الانفلونزا، احنا بنشوف حالات سيئه جدا
في أطفالنا في المستشفيات. تاني حاجة غزوا أطفالكم غذاء صحي سليم، ابعدوا عن المواد الحافظة والأكلات السريعة، غذاء المنزل هو غذاء مناعي. هنقول لهم نيموا أطفالكم بدري ويناموا 7 ساعات يوميا، هيصحوا في نشاط ذهني جيد جدا لمدرستنا. والرياضة والنوم بدري، والبعد طبعا عن التوتر والانفعالات الزايدة اللي بتأثر على مناعتنا احنا ومناعة أطفالنا. لو احنا عملنا هذه المجموعة غذاء ولقاح ونوم ورياضة، بنسبة كبيرة جدا هيعدي الخريف وتعدي العدوى التنفسية. سؤالي الأخير، أخبار منظمة الصحة العالمية إيه؟ هل في خطورة أن يعود فيروس تنفسي زي ما كنا بنسمع من حين لآخر بنقول أن الكورونا قد يعني تكشر عن أنيابها من جديد وتظهر للعالم؟ الكلام ده حقيقي ولا الدنيا هم مستقرة؟ بيتوقعوا وباء إكس قادم أن احنا ناخد حظنا منه. حتى الآن هل هو هيبقى إنفلونزا تشور تتحول إلى إنفلونزا بشرية؟ لسه لحد دلوقتي هو توقع ان في حاجه هتحصل، لكن لحد دلوقتي ما فيش حاجه. كورونا مستقر، كورونا متعايشين معاه، كورونا ما انتهاش، ولكن اقلت حدته وخطرته. هيجي لنا تحورات باستمرار، بس من نعمه ربنا ان الفتره اللي فاتت كل التحورات الى الاضعف مضاعفات اقل، في انتشار، ولكن بنفاجئ بتحور منتشر وفجاه ينتهي، ودي من نعمه ربنا، لان اجسادنا وبروتوكولاتنا ابتدينا وعينا الدرس من قبل كده، ابتدينا نعرف ازاي نتعامل مع كورونا وتعايشنا معاه. الاحتياط واجب زي ما بيقولوا. نشكرك دكتور امجد الحداد، استشاري الحساسيه والمناعه بالمصل واللقاح. نشكرك جدا. شكرا جزيلا لك دكتور. وخلينا نروح لفصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا معكم في صباح الخير يا مصر. مشاهدينا، جاءنا هذا البيان العاجل. هيئة السكك الحديدية أصدرت بيان إعلامي أشارت فيه إلى حدوث اصطدام جرار بمؤخرة قطار 1087 النوم عربة القوة القادم من أسوان باتجاه القاهرة، وذلك في المسافة بين أبو قرقاص والمنيا، مما أدى إلى سقوط عربة القوة وعربة أخرى من القطار. وعلى الفور تم الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ، وتم فصل القطار عن العربيتين وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة. وكلف الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كل من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكة الحديد للتوجه لموقع الحادث وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث. في ذات السياق صدر أيضا بيان من وزارة الصحة بشأن هذا الحادث، حادث قطار المنيا. البيان بتاع الصحة بيقول أن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان أكد على توفر الخدمات الإسعافية والعلاجية لمصابي حادث القطار اللي وقع صباح اليوم الأحد في محافظة المنيا. كلف الدكتور خالد عبد الغفار نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه إلى محافظة المنيا لمتابعة الوضع الصحي هناك. ميدانيا وجه أيضا برفع درجة التأهب الطبي للمستشفيات الواقعة في النطاق الجغرافي للحادث. وأعلنت الوزارة الدفع ب 23 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع حادث القطار، موضحة أن الحصر المبدئي يشير إلى أن عدد المصابين بلغ 20 مصاب، وتم نقل 19 منهم إلى مستشفى المنيا العام ونقل مصاب واحد إلى مستشفى المنيا الجامعي. وتشير الفحوصات الأولية إلى أن الإصابات تتراوح ما بين كدمات وجروح ظاهرية، وما زال الأطباء يعملون على تحديد الوضع الصحي الدقيق للمصابين، بينما لا يوجد حالات وفاة حتى الآن والمتابعة مستمرة. إذن 20 حالة مصابة و لا يوجد أي حالة وفاة حتى الآن. الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع حادث تصادم قطارين بالقرب من مزلقان مأوسة بمحافظة المنيا، مما أسفر عن وقوع إصابات وسقوط عربتين من أحد القطارين في ترعة الإبراهيمية. الدكتورة مايا مرسي وجهت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة المنيا بسرعة التوجه، والتوجه أيضا لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر أيضا إلى موقع الحادث لتقديم أوجه الدعم اللازم للمصابين
ووجهت أيضا بتقديم الدعم لهم جميعا. على الهاتف معنا إسلام فهمي مراسل التلفزيون المصري في محافظة المنيا. أهلا بك يا إسلام، ما هو الجديد لديك بالتحديد؟ صباح الخير. وكما ذكرت النهارده شهدت محافظة المنيا فجر اليوم الأحد حادث تصادم ما بين قطارين في منطقة مقوسة، ومنطقة مقوسة بتقع على بعد 500 متر تقريبا من مدينة المنيا في الجنوب من مدينة المنيا. الحادث طبعا أسفر عن سقوط عربيتين من القطارين، من أحد القطارين داخل المجرى المائي لترعة الإبراهيمية. على الفور انتقلت أجهزة الإنقاذ النهري وأيضا قوات الأمن، وانتقل أيضا اللواء عماد كدوان محافظة المنيا وبرفقات عدد من القيادات المحافظة. غرفة الأزمات والكوارث في محافظة المنيا بتنسق مع جميع الأجهزة المعنية للتعامل مع الحادث. حتى الآن وفقا للبيان الرسمي الصادر هنا من المنيا 20 مصاب هم عدد ضحايا الحادث. حتى الآن لم نرصد أو يصدر بيان بوجود أي حالات وفيات في الحادث، الحمد لله رب العالمين. حتى الآن ما فيش أي وفيات في الحادث. يعني بنتمنى أكيد السلامة لكل المصابين. المستشفيات، طيب اللي راحوا في 19 مصاب راحوا المستشفى ومصاب توجه ليه مستشفى الجامعي في المنيا، احكي لنا اكتر، هل هذه المستشفيات يعني قادره ان هي تستوعب المصابين؟ هو يعني بفضل الله تعالى الحادث ده وقع في بالقرب من مدينه المنيا، ومدينه المنيا فيها اكثر من مستشفى، مستشفيات كبيره جدا مركزيه، وايضا في عدد كبير من المستشفيات الجامعيه. المستشفى المنيا العام قريبه من منطقه الحادث، تقع تقريبا على بعد كيلو ونص من منطقه الحادث، وده سهل عمليات نقل المصابين. حتى الان يعني المعلومات الاوليه بتشير الى ان معظم المصابين حالتهم مستقره. ايضا وكيل وزاره الصحه بيتابع بشكل شخصي حالة المصابين في المستشفى المنيا العام اللي تم النقل ليها. حتى الان 19 مصاب كما ذكرت. طيب استم المصابين زي ما قالت بسنت 20 مصاب، هل يعني وقوع عربة القطار في ترعة الإبراهيمية كان في حالات لها علاقة بالغرق بالتنفس؟ يعني اوصف لنا الإصابات عاملة ازاي تحديدا، وهل في إصابات خطر عندك ولا ما فيش؟ هي معظم الإصابات كانت في يعني العربيتين اللي سقطوا داخل المجرى المائي لترعة الإبراهيمية. وطبعا الأهالي نفسهم تدخلوا فور وقوع الحادث وقاموا بإنقاذ معظم المصابين، وأيضا الأجهزة المعنية وقوات الإنقاذ النهري توجهت على الفور إلى موقع الحادث. وحتى الآن ما زالت الأجهزة المختصة بتباشر عمليات فحص أسباب الحادث، وأيضا البحث عن في المجرى المائي لترعة الإبراهيمية تحسبا لوجود أي مفقودين. طب إسلام احكي لنا عن موقعك الآن، يعني واحكي لنا الأجواء، يعني احكي لنا كده. أنا الآن أقف في موقع الحادث، متواجد كل قيادات محافظة المنيا على رأسهم اللواء عماد كدوان محافظ المنيا بيتابع بنفسه وبيباشر عمليات الإنقاذ. أيضا موجود وكيل وزارة التضامن الاجتماعي. كما تسمعين صوت القطارات، بدأت حركة تسيير القطارات، لأن طبعا حركة القطارات تعطلت لبعض الوقت وأدى هذا الحادث إلى حدوث ارتباك جزئي في حركة القطارات. لكن يعني الحمد لله حتى الآن نحن نتحدث عن مصابين، لم نرصد أي حالة وفاة. إن شاء الله نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين. صحيح. شكرا لك إسلام فهمي مراسل التلفزيون المصري من المنيا. نتوجه إلى الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. أهلا بك يا دكتور حسام، طمنا يعني مجهودات وزارة الصحة هناك عاملة إزاي؟ الفريق الطبي للوزارة توجه، هل يعني هناك من أخبار عن المصابين؟ صباح الخير يا فندم. في بداية بنتمنى الشفاء العاجل للمصابين. إحنا وزارة الصحة أصدرت بيان للحديث عن الوضع الصحي، في إحنا بنتكلم على إنه ما تزال عمليات الإنقاذ مستمرة سواء من قبل هيئة الإسعاف المصرية أو من قبل الدفاع المدني أو من قبل الأجهزة المعنية. حتى هذه اللحظة تم نقل 20 مصاب إلى مستشفيات المنيا العام، ومصاب إلى مستشفى المنيا الجامعي،
في 23 سيارة إسعاف موجودة. الكشف الأولي للسادة الأطباء بيقول إن الإصابات تتراوح ما بين جروح قطعية وسحاجات وكدمات. ما زال الفريق الطبي يعمل على تقييم الوضع الصحي للأطباء، وما زال الفريق الإسعافي يتحرك في موقع الحادث للتعامل مع الإصابات الأخرى. شكرا لك دكتور حسام، وبالتأكيد يعني نتمنى توفر كافة الخدمات، ونتمنى أيضا السلامة لكل المصابين هناك في حادث قطار المنيا. موجز الأخبار مع جمانة، تفضلي جمانة. شكرا بسنت. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تابع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار توفير الخدمات الإسعافية والعلاجية لمصابي حادث القطار الذي وقع صباح اليوم في محافظة المنيا، وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه لمحافظة المنيا لمتابعة الوضع الصحي ميدانيا، كما وجه برفع درجة التأهب الطبي للمستشفيات الواقعة في النطاق الجغرافي للحادث. أعلنت الوزارة الدفع ب 23 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع حادث القطار، موضحة أن الحصر المبدئي يشير إلى أن عدد المصابين بلغ 20 مصابا، وتم نقل 19 منهم إلى مستشفى المنيا العام، ونقل مصاب واحد إلى مستشفى المنيا الجامعي. هذا وتشير الفحوصات الأولية إلى أن الإصابات تتراوح ما بين كدمات وسحاجات وجروح ظاهرية، بينما لا يوجد حالات وفاة حتى الآن. أصدرت هيئة السكك الحديدية بيانا إعلاميا أشارت فيه إلى حدوث اصطدام جرار بمؤخرة قطار 1087 القادم من أسوان باتجاه القاهرة، وذلك في المسافة بين أبو قرقاص والمنيا، مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار. وعلى الفور تم الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ، وتم فصل القطار عن العربتين، وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة. هذا وقد كلف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير كل من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السك الحديد بالتوجه لموقع الحادث وتشكيل لجنة من المختصين بالسك الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث. استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون في غارات شنتها طائرة الاحتلال الإسرائيلي على مخيمي نصيرات وجباليا في قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال لمنزل في مخيم النصيرات وسط غزة، وباستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على مخيم جباليا شمال القطاع، مضيفة أن العدد مرشح للزيادة في ظل وجود مصابين في حالات حرجة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 15 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على 3 مناطق، وأكدت الوزارة مقتل 9 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح في غارة إسرائيلية على بلدة المعيصرة شمال بيروت، كما أفادت بمقتل شخصين وإصابة 4 آخرين، إضافة إلى وجود أشلاء يتم التحقق من هوية أصحابها إثر غارة إسرائيلية على دير بلا قرب مدينة البترون في شمال البلاد، وقتل 4 أشخاص وإصابة 18 آخرين في غارة على برجة في قضاء الشوف جنوب العاصمة. أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق حول عدد من البلدات في شمال إسرائيل بعد تقييم أمني، وجاء ذلك عقب إخلاء العديد من تلك المناطق جراء إطلاق حزب الله اللبناني صواريخ وقذائف من لبنان. أكدت 40 دولة على الأقل دعمها الكامل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة المنتشرة في جنوب لبنان اليونيفيل، وحثت على حماية عناصرها الذين أصيب 5 منهم خلال 48 ساعة في هجمات إسرائيلية. وتعرضت إسرائيل لانتقادات حادة بعد أن اتهمتها القوة الأممية بإطلاق النار بشكل متكرر وعمدا على مواقعها.
قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إن قوات روسية حاولت طرد القوات الأوكرانية من مواقعها في منطقة كورسك على الحدود بين البلدين، لافتا إلى أن قوات بلاده لا تزال تتشبث بمواقعها. وقال زيلينسكي إن التوغل الأوكراني في كورسك يهدف لإبعاد القوات الروسية عن مواقعها على خط المواجهة في شرق أوكرانيا، حيث يحقق الجيش الروسي مكاسب متواصلة منذ شهور. هذا وأقر زيلينسكي بوجود ظروف صعبة في منطقتي دونيتسك وزابوريجيا اللتين تسيطر عليهما روسيا جزئيا. انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر، لكن بعد الفاصل فابقوا معنا. مرحبا بحضراتكم من جديد. في الحقيقة في ناس دايما بتشتكي ان الاكل الصحي غالي وان هم مش يقدروا يعني يجيبوا هذا الاكل او يعملوا رجيم علشان الرجيم مكلف، لكن على عكس الحقيقه تماما هتلاقي ناس بتشتري اكل وفي نفس التوقيت ما فيهوش اي غذاء للجسم من ناحيه البروتين او الفيتامينات وبيبقى اغلى، وهتلاقي ان الاكل اللي ممكن تستفيد بيه او يستفيد بيه جسمك يبقى ارخص لو انت بس نظمت الموضوع وعرفت يعني زي ما كده بيقولوا يعني تلعبها ازاي. حقيقة مصطفى خليني أرحب بالمشاهدين مرة تانية ونتمنى بالتأكيد الشفاء العاجل لمصابي الحادث، وإحنا مع حضراتكم متابعين أكيد لو في أي مستجدات أو البول في خلال الحلقة. عودة مرة أخرى اللي كان مصطفى بيحكي فيه له هو الأكل الدايت ساعات فعلا بيبقى غالي يا مصطفى، بيبقى مش في متناول الإيد، وبعد ما الناس تقول أنا هعمل دايت معنى كده أن ميزانية البيت كلها هتخرب. طيب نعمل ايه؟ ازاي نعمل اكل دايت ويكون صحي من غير ما يبقى غالي ويبقى في متناول الايد؟ اسئله كثيره قوي هيجاوبها لينا دكتور السيد محمود حماد استاذ التغذيه وعلوم التغذيه في المعهد القومي للتغذيه. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا بيك وبكل الساده المشاهدين جميعا يا رب. اهلا بحضرتك. يعني ابرز الاغذيه الصحيه خليني اقول اللي في متناول الايد اللي اقدر اعملها في البيت من غير ما ابقى بكلف نفسي فلوس كتير. الاغذيه الصحيه متوفره بشكل كبير جدا ومتاحه للجميع في كل الاوقات. يمكن هاخد الكلمه اللي قالها استاذ مصطفى، يلعبها صح أو يحسبها بشكل كويس ويختار مش أكتر من كده. وتأكيدا للمقدمة اللي حضراتكم تفضلتوا بيها، نقدر نقول ببساطة جدا أن مش كل الأكل الصحي هو غالي، ولا كل الأكل اللي هو غالي في قيمته هو أصلا صحي، وبالتالي المفروض أن أنا أختار من بين الأكلات المتاحة عندي حسب إمكانياتي وحسب المتاح عندي. ساعات حتى لو الإمكانية موجودة فبالتالي الإتاحة المكانية أو الحاجات اللي متاحة في المحيط اللي أنا موجود فيه أقدر أختار فيها. بيدخل في حتة الاختيارات كمان الحاجة اللي أنا بفضلها واللي أنا بحبها أو اللي أنا متعود عليها، وبالتالي مجموعة العوامل دي هي اللي بتحدد أنا هقدر أختار إيه. وعمر ما كان الأكل بقيمته المادية أنا هدفع فيه كام، لا ده دايما بتنوعه. لما أقدر أخد أكتر من حاجة في نفس الوقت ومن مصادر مختلفة هقدر أحصل على عدد كبير جدا من العناصر الغذائية المهمة والمفيدة بالنسبة لي بأقل تكلفة ممكنة بالمقارنة بحاجات تانية لو أنا ما اخترتش. حد هيسمعنا دلوقتي دكتور يقول لحضرتك هو أغلى حاجة دلوقتي البروتين، سواء بروتين في الأسماك أو في اللحوم أو في الدواجن، وده حقيقي هو أكتر حاجة بتكلف. إزاي حضرتك بتقول ان انا ممكن اوفر وممكن اعمل وفي نفس الوقت ما بعمل حاجه زي كده؟ ممتاز جدا. طبعا البروتين من العناصر المهمه، احنا عندنا عناصر كتيره جدا مهمه للجسم، وطبعا من اهمها البروتين او مصادر البروتين. وبالتالي انا اقدر احصل على القدر الكافي. اولا اللي احنا بنحتاجه من البروتين كبروتين هو كميه بسيطه جدا بالنسبه لكل حد. موجود فين البروتين؟ موجود في مصادر كتيره جدا حوالينا، مصادر نباتيه ومصادر حيوانيه. بالتأكيد المصادر الحيوانية هي أكثر تكلفة وهي برضو كجودة أعلى في الجودة من المصادر النباتية، لكن متاح عندنا مصادر كتيرة جدا بجودة عالية وقد تكون هي الأعلى في جودتها والأقل في التكلفة بتاعتها في نفس الوقت. زي يعني على سبيل المثال لو اتكلمنا تحديدا عن البروتين زي ما حضرتك ذكرت وحضرتك تفضلتي، عندنا مثلا حاجة زي البيض، البيض العادي المتاح اللي موجود عندنا. صحيح. يعتبر البروتين اللي موجود في بياض البيض من أفضل أو من أجود أنواع البروتين، هو الأعلى في القيمة الحيوية بتاعته أو الأعلى في الجودة
بتاعه البروتين اعلى من الفراخ واللحمه، اعلى من الفراخ واللحمه. يعني لما بنيجي نقيس الجوده بتاعه البروتين اللي موجود في الفراخ واللحمه تقارن بالبيض، يعني نقول ده كويس زي البيض، مش العكس. يا سلام. وبالتالي طبعا البياض البروتين اللي موجود في البياض. ليه قلت البياض ما قلتش البياض والصفار؟ لان البروتين مركز اكتر في البياض بتاع البيض، والصفار فيه فوائد تانية كتيره جدا، يعني في عناصر غذائيه كتير. على حاجه، انا كنت من الناس اللي ما باكلش الصفار ابدا، كنت كنز. ده كنز لوحده. بفتكر ان هو دايت احسن، يعني ان انا ما اكلش الكوليسترول عالي فيه الصفار. عايزة أقول لحضرتك أنه عملت تحليل لقيت عندي نقص جامد جدا في فيتامين دي، ولما قريت لقيت أنه الصفار ده غني جدا في فيتامين دي. كانت مامتي دايما تقول لي ايه، ربنا سبحانه وتعالى ما بيخلق حاجه بيخلقها كلها على بعضها كده كويسه، ما تاخديش منها حاجه وتسيبي حاجه. ده حقيقي، يعني البيضايه كلها مهمه جدا، من ضمن الحاجات المفيده جدا. يمكن احنا ركزنا على البيض علشان الجزئيه بتاعه البروتين، فبديل ممتاز. في نفس الوقت الصفار بتاع البيض يعتبر كنز، محتوي على عناصر غذائيه كتيره جدا، اهمها فيتامين د، كمان عندنا جزء من الحديد، في نسبه من فيتامين ألف، وده من الحاجات المهمه جدا للنمو والمناعه، ويعني تحسين الرؤيه، كذلك البشره والجلد. وبالتالي الصفار كنز، والبياض فيه اعلى جودة في البروتين، وبالتالي البيضة دي من ضمن المصادر الجيدة جدا، مهما كان سعرها يعني بقى أكتر شوية من فترة سابقة، بس طبعا لا يقارن، ولكن لا يقارن. ولا زالت لو حضرتك بتقارنها أو أي حد من السادة المشاهدين بيقارنها بسعر المصادر الأخرى زي ما حضرتك ذكرت، الفراخ أو اللحوم أو هتكون هي أقل بكتير جدا، وفي نفس الوقت أعلى فايدة. ونضيف ليها ميزة كمان، إنها مناسبة لكل المراحل العمرية، بنقدر ناخدها في كل الحالات، حتى اللي عنده مشكله في المضغ او اي حاجه موجوده. كمان من ضمن الميزات مثلا في حاجه زي البيض، ان هو بيقدم بطرق كتيره جدا، اللي عايز ياخده بطرق مباشره سواء مسلوق او مقلي او مضاف لبعض الاصناف، او بيدخل في وصفات كتيره جدا زي الكيكات مثلا على سبيل المثال، زي ان يتعمل بعجة، بيقدم باشكال كتيره جدا سواء كانت اصناف مالحه او اصناف يعني حلوه فمع الحلويات فبالتالي من ضمن الحاجات الممتازه، بيدخل في وصفات وخلطات كتيره جدا، واعتقد ان هو من الحاجات المتاصله في الكولون المصري، وكل يمكن محافظه او كل يمكن منطقه مشهوره باستخدامات معينه للبيض مع مكونات تانية على سبيل المثال. ممكن نقول ايه تاني غير البيض؟ عندنا ايه حاجات تانية ممكن؟ احنا يمكن ذكرنا البيض فقط على اساس ان احنا بنتكلم على البروتين، فده مصدر جيد. عندنا كمان مصادر للبروتين جيده جدا، وهي مصادر نباتيه قليله شويه في القيمه الحيويه بتاعتها او الجوده، ولكن في حين استخدامها لما استخدمها بشكل مخلوط او من اكتر من مصدر بتوصل لجوده عاليه جدا، تضاهي الجوده اللي احنا بنقول عليها من اللحوم والفراخ والمصادر الاخرى زي البقوليات مثلا. لو بنتكلم على الفول، على العدس، على اللوبيا، على الفاصوليا، على الحاجات اللي ممكن، الفول من اكتر الحاجات اللي مكرره عندنا، ولكن يفضل ان احنا نستخدم اكتر من مصدر في نفس الوقت. عندنا كمان البقوليات اللي موجوده ويمكن مشهوره برضو في الاستخدام، حمص الشام باستخداماته المختلفه، الترمس العادي البسيط ده، فكل دي مصادر للبروتين. ده اللي بيحب يعمل الخضار باللحمه، لو انا النهارده هعمل لوبيا اقدر استغنى عن اللحمه؟ اقدر استغنى عن اللحمه. والافضل لو انا دخلت مصدر كمان مع اللوبيا في وجبه تانية، بحيث ان انا الجوده اللي كانت ناقصه في حاجه زي اللوبيا او الفاصوليا او الفول بكملها بحاجه تانية. يعني هنا التنوع يخلي القيمه الحيويه او الجوده بتاعه البروتين اللي جاي من مصدر نباتي بتعلى بقدر يساوي اللحوم في نفس الوقت. وممكن كمان استخدم جزء بسيط من المصادر الحيوانيه، ومش بالضروره الكميه كبيره، لان انا بحتاج كميه قليله جدا. يعني لو انا دعمت ما بين الاثنين وعملت يعني ما يشبه الميكس، او استخدمت ده في وجبه وده في وجبه وبكميات قليله جدا، هوصل لجوده عاليه جدا وفي نفس الوقت تكلفه اقل. يمكن حصرنا كلامنا شويه في الجزء بتاع البروتين، لكن حضرتك طبعا سالتني ايه تاني غير الحاجات اللي اقدر اخدها. عندنا مصادر او عناصر غذائيه كتيره مهمه لازم نحصل عليها، يمكن على رأسها الكربوهيدرات، ودي متاحة الحمد لله ومتوفرة في مصادر كتيرة. يعني هنقول يمكن دي أكتر الحاجات المتاحة، سواء بقى في الخبز مثلا بأنواعه المختلفة، ويمكن أفضلهم الخبز البلدي، الأرز والمكرونة، وبعض الحاجات اللي موجودة زي الدرانات مثلا، البطاطا والبطاطس وبعض الحاجات اللي موجودة، وبالتالي موجود يعني بتكلفة معقولة جدا. ولكن هنا بقى بنقول دايما نعتدل فيه، لأن ده لو أنا أخدته بكمية كبيرة واعتمدت عليه في الإشباع هيبقى بيديني مصادر للطاقة عالية، وبالتالي ممكن يؤثر على الوزن سلبا بشكل أو بآخر. فكل واحد مننا محتاج يتحكم في الكمية اللي هياخدها،
مقارنة بوزنه. لو أنا عارف أن وزني دلوقتي يعني صحي أو متماشي مع طولي بشكل كويس، فالكمية اللي أنا باخدها من النشويات أو مصادر النشويات بشكل أو بآخر تعتبر كمية جيدة. طب لو أنا وزني عالي شوية يفضل أن أنا أبدأ أقلل الكمية دي تدريجي، مش محدش يعني يا يا يعني ينزل من استهلاك كبير لاستهلاك منخفض جدا جدا مرة واحدة، لكن التدريج في التقليل ده ممتاز جدا. والعكس برضو صحيح، يعني لو أنا وزني قليل ومحتاج أن أنا أرفع وزني شوية ممكن أرفع تدريجي المصادر بتاعتي من النشويات بمختلف فئاتها أو مختلف أنواعها، وأعتقد أن هي متاحة للجميع والحمد لله من فضل الله أن هي متاحة وموجودة. عندنا عنصر مهم كمان جدا برضو اللي هو عنصر الدهون، وده برضو له مصدرين، إما مصدر حيواني أو مصدر نباتي. ده احنا بناخده لأن ده اللي بيدي طعم للأكل بتاعنا، وهو ده اللي له فوائد كتيرة جدا بالنسبة لنا. وأعتقد المصادر متاحة، سواء كل ما هستخدم الحاجات اللي هي سائلة أو شبه سائلة بيبقى أفضل شوية بالنسبة لنا كحاجة صحية. طيب دكتور، احنا هنستأذن مشاهدينا دلوقتي، هنروح مرة أخرى لمراسلنا في المنيا مراسل التلفزيون المصري إسلام فهمي، يحدثنا أكتر على أبرز المستجدات الآن في موقع الحادث. إليك إسلام مرة أخرى. هو مازال يعني الأجهزة المعنية ومتواجدة في موقع الحادث، تم الدفع أيضا بالمزيد من سيارات الإسعاف، خاصة أن العربيتين اللي هم سقطوا في ترعة الإبرامية مازالت جهود رفعهم من المجرى المائي مستمرة. متواجد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا على رأس فريق عمل يضم كافة أجهزة المحافظة للتعامل مع الحادث. يعني حتى الآن يعني ما زالت الأجهزة تتابع، قوات الإنقاذ الناري موجودة أمام موقع الحادث وفي المجرى المائي لترعة الإبراهيمية، وترعة الإبراهيمية توازي طريق مصر أسوان الزراعي، ويمكن وقوع الحادث بالقرب من مدينة المنيا سهل عمل على رجال الإنقاذ التواجد في موقع الحادث بشكل سريع. حركة القطارات هل عادت مرة أخرى للعمل بعد يعني انفصال العربات اللي وقعت يعني في مجرى الترعة واستكمال القطار رحلته إلى القاهرة؟ القطار اللي حصل، أحد القطارين اللي كان طرف في الحادث استكمل رحلته إلى القاهرة بشكل عادي، تم فصل آخر العربيات الخلفية من القطار واستكمل القطار رحلته، لكن حركة القطارات بشكل عام تشهد حالة من الارتباك، لأن في اتجاه واحد حاليا هو اللي بتعدي عليه القطارات، وما زالت رجال السكة الحديد موجودين، وفي فريق فني من الأجهزة المختصة في غرفة الكوارث والأزمات في محافظة المنيا بتنسق مع كل الأجهزة للتعامل مع الحادث ومعرفة ظروفه وملابساته. إسلام، هل يوجد أي بيانات أخرى من وزارة الصحة بشأن المصابين؟ حتى الآن لم يحدث أي تحديث في البيان الذي أصدرته وزارة الصحة قبل فترة، وذكر أن في نحو 20 مصاب تم نقلهم إلى المستشفيات العامة، منهم 19 مصاب تم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام، ودي مستشفى مركزي تقع في وسط مدينة المنيا، ومصاب واحد تم نقله إلى مستشفى المنيا الجامعي. المعلومات الأولية بتشير إلى أن الحالة العامة لمعظم المصابين مستقرة وعلى خير إن شاء الله، وحتى الآن أيضا لم ترصد الأجهزة المعنية أو لم يصدر بيان بوجود أي حالة وفاة في الحادث. طيب إسلام، سؤالي الأخير، يعني هو الحادث وقع في آخر عربتين، وبان هيئة السكك الحديدة وزارة النقل بتتكلم عن ده، لو توضح لنا وتوضح للسادة المشاهدين اللي حصل تحديدا في آخر عربتين علشان يقعوا يعني في ترعة الإبراهيمية. هو القطار النوم كان يسير في الأمام، ومن خلفه اصطدم به قطار آخر، اصطدم جرار قطار، هو القطار ما كانش معاه، القطار اللي من الخلف ما كانش عنده عربيات ركاب، لكن هو كان جرار اصطدم، ويبدو أنه من شدة الارتطام أدت إلى سقوط آخر عربيتين من قطار النوم في المجرى المائي لترعة الإبراهيمية.
شكرا لك اسلام فهمي مراسل التلفزيون المصري، وعوده اخرى لضيفنا الكريم. دكتور، يعني بنتكلم دايما على الدكتور طبعا السيد محمود حماد استاذ التغذيه، دكتور بنتكلم دايما عن الاكل الصحي وانه دايما بيبقى غالي شويه، هل دي معلومه خاطئه عندنا؟ يعني هل الموضوع ده معلومه غير صحيحه احنا يعني بنتخيلها دايما لما بنيجي نعمل دايت، ولا احنا بنرتب الامور غلط؟ يعني زي ما حضرتك قلت كده مصطفى قال كلمه صح في الاول نلعبها صح، هل احنا بنلعبها غلط؟ مش دايما، ولكن فعلا المفهوم اللي مرتبط في اذهان العدد كبير ان دايما الاكل الصحي او عشان امشي على نظام غذائي جيد. وانا بس عايز اخد من كلام حضرتك الجزء بتاع الخاص بالدايت، مش دايما كلمه دايت تعني ان انا هبقى باخد نظام لانقاص الوزن او دايما، احنا بنتكلم على النظام الغذائي اللي انا اتبعه كنظام صحي اقدر اوصل من خلاله لوزن كويس وصحه جيده باذن الله. وبالتالي المفهوم اللي واصل عند عدد كبير ان دايما علشان اكل صح او اكل اكل يفيدني هضطر اتكلف كتير، ابدا، لان الغذاء نفسه هو اساس صحه الانسان. يعني لو حضرتك او اي حد من الساده المشاهدين او استاذ مصطفى عايز يشوف صحته العامه النهارده اخبارها ايه بشكل عام، يبدا يراجع كده كان بياكل ايه من 5-10 سنين فاتوا. صحيح. ولو انا عايز اتوقع مع يعني امتداد العمر ان شاء الله صحتي عامله ازاي بعد سنه واثنين وثلاثه، ابدا افكر في اللي انا باكله واشربه دلوقتي. طب انا بقول المعلومه دي ليه؟ لان معنى ان الصحه مرتبطه بالغذاء، فضروري جدا ان الغذاء هيكون متاح ومتوفر بتكلفه معقوله وكويسه، بس المفروض ان انا ارجع للاختيار. وهنا نقطه اخيره يمكن او نقطه مهمه اللي هي الوعي بمكونات الغذاء الصحي، ازاي اقدر ادور عليها واقدر احصل عليها حسب ما يتاح بالنسبه لي من اتاحه ماديه او توافر في المكان اللي انا موجود فيه. فبقدر احصل فعلا على الغذاء الاساسي. يعني الفول فيه فايده غذائيه كبيره، والجبنه القريش وغيره وغيره. بنشكرك دكتور السيد محمود حماد استاذ التغذيه وعلوم التغذيه بالمعهد القومي للتغذيه، كل شكر ليك يا فندم. شكرا ليك وكل السلام. خلينا نروح فاصل سريع ونرجع نكمل ما تبقى من فقرتنا معكم في صباح الخير يا مصر.